الله يكرمك، تفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. حنبدي الويبنار وهي بعنوان بيم تو اف ام، وإن شاء الله تنال إعجابكم وتكون كما الفائدة اللي مرجوة من هذه المحاضرة. طبعا أكيد حنعرف بنفسي، أنا محمد من ليبيا، أشتغل حاليا في شركة مايكروكوب ماليشيا، أشتغل كبيم اف ام كونسلتنت، باك جراوند ان كونستراكشن مانجمنت، وعندي بي اتش دي في استخدام البيم في الجرين بيلدينج هاند، هاو وي كان يوز ذا بيم اند ديجيتالايز اول ذا جرين بيلدينج كريتيريا لايك ليد اند جي بي اي. ماليشيا عندهم ما يعرف في جي بي اي، هو تصنيف للمباني الخضراء، يعني كيف الليد. في البدايه حقيقه نحب نشكر كل من بيم اريبيا ونقابه المهندسين المصريين على اتاحه هذه الفرصه لالقاء هذه المحاضره او ويبينر، وطبعا اكيد بشكر الاستاذ عمر والاستاذ محمد اشرف على الترتيبات اللي كانت ناجح في انشاء هذه الويبينار. خلينا اوكي، خلينا قبل نعطيكم فكره عن الشركه اللي اشتغل فيها، وهي مايكروكوب، طبعا موجوده في ماليزيا، وحوالي من 1997. يشتغلوا في الفاسيليتي مانجمنت او فاسيليتي مانجمنت ان اوبريشن ستيج. طبعا اكيد مع وجود التكنولوجيا ومع وجود تقنيه بدو في استخدام البيم اند انتجريتد بيم ود اف ام اي اس، which mean what يعرف ما يعرف في الفاسيليتي مانجمنت انفورميشن سيستم، هو عباره عن سيستم يدير الفاسيليتي مانجمنت باي يوزنج سم تولز اند ديجيتال تولز لايك اكيباس. الشغل الاهم اللي يديروا فيه هو عباره عن فاسيليتي مانجمنت، وي دو داتا اناليتيك، وي دو بيج داتا، ونحلل الداتا اللي نحتاجها حسب الستاندر في الفاسيليتي مانجمنت لأي مبنى أي وأي نوع. طبعا أكيد نطوروا في بعض الموبايل أبليكيشن واللي يحتاجها الكلاين باش يدير الفاسيليتي مانجمنت. أكيد طبعا مع وجود البيم طورنا الشركة وأنشأوا ما يعرف بالبيم ديبارتمنت، وكيف نستخدم الداتا اللي نحتاجها أو اللي ناخذها من البيم خلال الأوبريشن أو في الأوبريشن فاسيليتي مانجمنت. طبعا هم بادين من 2001، هم معروفين كأكيباس أتورايزد ان ماليشيا، وهم يعتبروا الشركة الأولى اللي نفذت الأكيباس ان شرق آسيا طبعا وماليزيا. بادين عرفوا أو اشتغلوا أول من 2001، اشتغلوا مع الأكيباس ان ماليزيا. من هنا نعرف انهم كانوا من الشركات الاولى اللي استخدمت الاكيباس او في الفاسيليتي مانجمنت انفورميشن سيستم. بعدين مع تطور التقنيه والتكنولوجيا بدوا في تنفيذ البيم، وهم اول شركه نفذت ما يعرف بالبيم اف ام بروجكت فور جفرمنت بيلدينج، وكان المشروع مشروع ضخم من التحديات الكبيره اللي واجهها، بحكم ان تنفيذ الفاسيليتي مانجمنت مع البيم كان لهم نيو تشالنج في الكونستراكشن، وكيف يوصلوا لمرحله ال او دي 500. طبعا من المشاريع اللي شاركنا فيها هي عباره عن تنفيذ مشروع بيم اف ام فور جرين بيلدينج بروجكت. حبيت نعطل معاكم هذا بعض الكلاين اللي مايكروكوب كانت من كانوا من الكلاين بتاعهم، فنلاحظ اغلب الكلاين كان عباره عن بنوك وجامعات وشركات، كيف ما يعرف بالاي بي اف، وهي عباره عن
كيف نقولها احنا بالعربي، نقولوها يعني صناديق ضمان اجتماعي اللي تمتلك مباني ضخمة، والبنوك اللي تمتلك فروع ضخمة في جميع البلاد. طبعا أنا أول مرة نعطي محاضرة باللغة العربية، إن شاء الله يعني تفهموا في كلامي يعني. أوكي، من التايتل بتاعنا يعني احنا نتكلم على البيم 7 دي، وانتم اكيد عارفين على الدايمنشن بتاع البيم، اور ما يعرف بال 3 دي 4 دي 5 دي اند 6 دي اند 7 دي. من التايتل يعني من التايتل يعني معروف ان حنكون في تنفيذ ما يعرف ب فاسيليتي مانجمنت. اوكي، لو انتم واجهتوا اي يعني اي مشكله او عدم فهم لاي كلام، ممكن يعني تقعدوا توقفوني ويعني تعطوني اني كويشن يعني. اكيد اكيد من احنا نحن وانتم اكيد، انا عارف انكم تعرفوا ان هناك عناصر مهمه لتنفيذ البيم بروجكت، وهي معروف ما يعرف بالبيبل والتكنولوجي والبروسس. يعني البيبل اللي هي البشر والكوادر الكوادر الفنيه، والتكنولوجي هي عباره عن سوفت وير او تولز، البروسس وهي العمليات او الاداره، هاو وي مانج ذا بروجكت. فروم هير نعرف ان عندنا ثلاث عناصر مهمه لكي ننفذ ما يعرف ببيم بروجكت. ولكن السؤال اللي دائما يطرح نفسه عندما نبحث عن البيم في الجوجل او في اي مكان، نجد ان في علاقه وطيده او في كونكشن ولينك بين بيم اند ديجيتال كونستراكشن اند بيم وديجيتال توينز. فطبعا انا حنشرح الشيء هذا من نظريه ثانيه، يعني من وجهه مختلفه اعتقد يعني. فلما دائما نجد ان في كونكشن، لماذا الكويشن واي وي هاف ذا بيج كونكشن بين بيم اور ديجيتال كونستراكشن اند ديجيتال توينز. هنا سلايد هذا يشرح. طبعا عارفين ناو عندنا ما يعرف بالديجيتال كونستراكشن، ومع تطور ظهر ما يعرف بالديجيتال توينز اكشلي. لكن لكي نصل لمرحلة الديجيتال توينز، في مراحل يجب أن نعرفها أو يجب أن ننفذها خلال المشروع، من early stage، من البلانينج، من مرحلة التخطيط، من مرحلة ديزاين، من مرحلة التنفيذ ومرحلة الأوبريشن. طبعا لما نتكلم عن الديجيتال كونستراكشن أو ما يعرف بالديجيتال وورد، التول المهم لكي نصل لمرحلة الديجيتال كونستراكشن هو البيم. لكن احنا عارفين ان البيم فيه عناصر مهمه، وعارفين التول للبيم هو لايك السوفت وير، يعني لايك رافيد. احنا نتكلموا لما نقولوا رافيد نقولوا انه هو تول للبيم. البيم هنا يشكل شيء ثاني، يشكل انه يكون تول للديجيتال كونستراكشن. انا نعطيكم مثال هنا على الديجيتال توينز ممكن يسهلكم الفكره. لما نحن نبني ماكينه او نصمم ماكينه، اي ماكينه كانت يعني، خلال مرحلة التصميم نعطي أن هذه الماكينة حتشتغل لمدة 30 عام بتكلفة تشغيلية حوالي 100,000 مثلا يعني. فبعد مرحلة التنفيذ أو تصنيع هذه الماكينة، نجد أن الماكينة هذه اشتغلت لمدة 20 عام وبتكلفة حوالي 20,000. فهنا نقدر نقول في خلل كبير خلال مرحلة التصميم أو خلال مرحلة التنفيذ. لأن احنا نفذنا وأعطينا بلان أنها تشتغل 30 عام وتكلفة 100,000، ولكنها اشتغلت فقط لمدة 20 عام وبتكلفة أكثر، أو ممكن تكون نفس التكلفة ومن ناحية أخرى لكن لمدة 20 عام فقط. فهذا المثال يعطي كمثال مبتدئ أو مثال نقدر ننفذوه على المباني لكي نصل لمرحلة ديجيتال توينز which mean توأم، يعني فولا ونقسم الطرفين. يعني كيف احنا ندير تصميم المبنى وندير ننفذ المبنى، مرحلة التشغيل يجب تكون
مطابقة للنتائج التي وصلنا لها خلال مرحلة التصميم أو التحليل باستخدام السوفتوير أو الديجيتال تولز. يعني كيف ما بنينا المبنى وكيف ما طلع أو بعد التنفيذ بعد ما يعرف بعد مرحلة التشغيل، التكلفة أو التشغيل لهذا المبنى يجب أن تكون متطابقة. لكي تكون متطابقة أو تكون متنفذة، هنا ما يعرف بحاجة بيقولولها الفيزيكال وورد. الفيزيكال وورد هو شيء متعلق بالبشر أو متعلق بتنفيذ البشر أو البيبو اللي يقوموا بعملية التشغيل من نواحي واحد جزء منهم. يعني نرجع للتيرم ما يعرف بالفاسيليتي مانجمنت اللي يشغل المبنى. كيف ما نعرف احنا الفاسيليتي مانجمنت هو الرول بتاعها انه يشغل المبنى خلال مرحلة التشغيل. او لو ان عندنا ادارة يعني مش جيدة لتشغيل المبنى حنواجه عقبات كثيرة. فهنا جاء ما يعرف نحتاج ما يعرف بالفاسيليتي مانجمنت انفورميشن سيستم اللي هي عبارة عن ديجيتالايز الفاسيليتي مانجمنت مع الداتا اللي ناخذها من البيم. فهذين عناصر مهمين لنصل لمرحلة الديجيتال توينز. يعني من هنا نقدر نقول ان الديجيتال وورد هو عبارة عن تول لنصل لمرحلة الديجيتال توينز او ما وصلنا له حاليا، والفاسيليتي مانجمنت هو رول لتنفيذ الديجيتال توينز. اعتقد يجب ان نكون فاهمين النقطه هذه ونبني العلاقه لكل كديزاينر ككونتراكتر فاسيليتي مانجمنت يكونوا فاهمين النقطه هذه. Otherwise later on we'll have many issue لنصل لمرحله ديجيتال توينز او ديجيتال كونستراكشن even ديجيتال كونستراكشن. يعني انا حنعطيكم مثال ثاني وهو كيف نستخدم ديجيتال وورد او ديجيتال تي ديجيتال توين ديجيتال كونستراكشن لتنفيذ الجرين بيلدينج. كيف ما عارفين نحن الجرين بيلدينج هي بدات من اهم المتطلبات للكلاينت او للتصل لتنفيذ الجرين بيلدينج. فباستخدام ديجيتال وورد يجب ان نحتاج ما يعرف ب فاسيليتي مانجمنت يشغل المبنى او يشغل الجرين بيلدينج لكي يحافظ على اداء المبنى. المشكله اللي حدثت الناو المعضله الموجوده الناو مش من صعب انك توصل او تنفذ او تصمم المباني الخضراء، ولكن من الصعب انك تحافظ على اداء المباني الخضراء. والمباني الخضراء يجب ان تقيم تقيم عن طريق وما يعرف بالجرين بيلدينج سيرتيفيكيشن، وهي ان الكلاينت يقدم على ابلكيشن للجرين بيلدينج تولز لايك ليد يعني باش يحصل على جرين بيلدينج سيرتيفيكيشن ويقيم له المبنى هذا بتاع كانه جرين بيلدينج. ولكن بعد مده محدده من الاوبريشن او من التشغيل لما هو يحتاج تجديد او يبي يجدد الجرين بيلدينج سيرتيفيكيشن، هنا يحصل الفيل ما عادش يقدر يعني يجدد الجرين بيلدينج سيرتيفيكيشن. وهذا نرجع ثاني للسبب ان الفاسيليتي مانجمنت غير قادر ان يدير المبنى بالطريقه الصحيحه، ومن هنا يحدث الفيل او ان الكلاين غير they are not able to renew or renew the green building certification. فهي مرحله مهمه جدا نعتبرها للفاسيليتي مانجمنت ان يدير المبنى. فهذه نظره طبعا اكيد في بعض الناس يختلفوا عن النظرات او النظريات، لكن هذه نظريه كيف الفاسيليتي مانجمنت يرى لاستخدام البيم او انه مهم في اداء التشغيل المبنى، وحنتكلم اكثر بعدين واي. اوكي، هنا كيف ما عارفين يعني احنا عارفين ان البيم موديل هو عباره عن ما يعرف بالبيم موديل او بيم والبيم بيلد موديل البيم انفورميشن. من التعريف نحن التعريف نقوله building information modeling، يعني build information يعني انك تبني داتا او معلومات وتبني الشكل الظاهري للموديل وهو ما يعرف بال 3D. فعندنا عنصرين مهمات، يعني لو ان ما نفذناش اي عنصر من هذا لن نقدر نقول ان هذا بي موديل. فعندنا ما يعرف بالموديل وما يعرف بالانفورميشن. قبل ما نتكلم على هذا
نتكلموا عن الام والهدف من استخدام البيم او بيم فور فاسيليتي مانجمنت. طبعا دائما كفاسيليتي مانجمنت لما يلتقي مع الكلاين ويكون في هدف يقول للكلاين انا نبي يعني ننفذ مشروع باستخدام تقنيه البيم. اوكي عارفين انا وي ار توتال اجري يعني في هيوج بينفيت للبيم خلال مرحله التصميم وخلال مرحله التنفيذ والفوائد اللي ينفذها او اللي ناخذها من البيم خلال الديزاين والكونستراكشن. لكن علاش نحن لما ننفذ المشروع ليش من الهدف بتاعنا ما يكونش ان نستخدموا الداتا هذه اللي موجوده للفاسيليتي مانجمنت؟ طبعا خلينا نتكلموا التكلفه لاي مبنى خلال مرحله التشغيل حوالي 80%. يعني لو ان عندك مبنى التكلفه الديزاين او تكلفه الكونستراكشن والديزاين حوالي 200,000، فخلال 25,000 حتحتاج 80,000 لتشغيل هذا المبنى. يعني فشوفوا الهيوج جاب بين الشورت تيرم، الشورت تيرم وهو ما يعرف بالديزاين والكونستراكشن، واللونج تيرم وهو ما يعرف بمرحله اوبريشن. يعني لو استخدمنا البيم حنكون في فوائد وحتقل التكلفه او تعتدل التكلفه للفاسيليتي مانجمنت او للكلاين خلال 25 حوالي 80%. فلو اهملت يعني مرحله الاوبريشن فالتكلفه ممكن تكون اكثر، وهي تكلفه كبيره مقارنه بال 20% وهي خلال 5 years. يعني فدائما ننصح يعني الكلاين لما يبي يستخدم البيم يجب ينظر الى الفاسيليتي مانجمنت مور ذان اني ستيج لكي يصل ما يعرف باللايف سايكل اسسمنت فور ذا بيلدينج. خلال 80% يعني 80% مبلغ ضخم وهائل. ومن هنا نعرف الهدف، يعني يجب نحطها يعني نحطها هدف دائم. لما انت تبي تنفذ مشروع بالبيم يجب ان تنفذه خلال ديزاين والكونستراكشن وتنفذه خلال اوبريشن. نعطيك مرحلة ثانية. فشوفوا يعني انتم ممكن تشوف هنا في السلايد عندنا ما يعرف بالبلو لاين، والبلو لاين هو ما استخدام البيم خلال مرحلة الديزاين او مرحلة الاوبريشن. ف وين انا اخطات ممكن في التنفيذ. اوكي عندنا اني كويشن عندنا هنا ولا انا غلط يا استاذ؟ اوكي فنشوف البلو لاين هنا، نشوفه هنا هو كيف استخدامه خلال مرحلة الأوبريشن وأن الخط يكون متوافق. لكن لو أننا نستخدم البناء التقليدي هو عبارة عن 2D أو استخدام الأتوكاد، فنشوفه عملية مرحلة البناء ونشوفه الـ FM وهو ما يعرف وكيف نشوف فيه هنا في الجرين لاين إنه متذبذب وحيعطيك نتائج سيئة لتنفيذ المباني خلال الأوبريشن. بينما لو استخدمنا البيم حيكون التكلفة حتكون ثابتة لك خلال 25 ثامنة وحتكون أقل أكيد. أوكي طبعا أكيد واضح هنا. if you have any question ممكن تبعته لي. لكن خلينا نتكلموا على ما يعرف بالـ OLED للبيم. طبعا هنا مصنفين عارفين ما يعرف بالـ OLED 500 200 300 500. اللي حدث هنا عندنا نوعين من المعلومات او الانفورميشن ذات وي كان ديفايد ان او دي 5 او دي. وي هاف وات دي كول جيومتري اند وي هاف انفورميشن. يعني عندما يعرف بجيومتري ما يعرف بالشكل الظاهري للموديل او المعلومات اللي تشكل الموديل، كيف ارتفاع مثلا لو عندنا طاوله كيف
كيف ارتفاع المعلومات اللي تحدد ارتفاع الطاوله وعرض الطاوله. انفورميشن هي انذر معلومات او انذر انفورميشن لايك يعني الموديل المانيفاكتشر او كلاس نمبر وات ايفر. يعني فنجي هنا نلاحظ ان في الاو دي 100 ان او دي 200 300 400 ان الجيومتري او الانفورميشن والجيومتري بار دي ار ايكوال يعني. بس لكن لما نرجع للاو دي 500 طبعا نجد ان الاو دي 500 الجيومتري بارت از ايكوال يعني متساوي مع الاو دي 400. من هنا نعرف ان الديفرنت بين الاو دي 400 اند الاو دي 500 اونلي انفورميشن. الجيومتري بارت يعني ايكوال يعني ما فيش فرق. لما نحكي احنا على الاو دي 500 اند الاو دي 400 انا عارف في اختلاف كبير الان صاير في الكون our argument how we can divide OLED 200 500. طبعا في اختلاف كبير وفي argument كبيرة لكن انا راجع ما يعرف بال AIA وهو ستاندر او ستاندر من امريكا صنف ان حدد ان ال OLED 500 لا يختلف على ال OLED 400 اللي الا في المعلومات الكمية او النوع المعلومات اللي نحتاجها او يحتاجها facility management لإدارة المبنى. ومن هنا نعرف ان الفرق لا في ما فيش فرق لكن في فرق في المعلومات او الكمية اللي نحتاجها في للمعلومات اللي OD 500 for facility management. هنا نعطيكم انادر مثال يعني انادر مثال ان OD 500 as built which for the owner وان هو عبارة عن more all the information compared by OLED 500 or 400. اوكي طبعا دائما لما احنا نبحث على OD 400 OLED دائما نجد ان الجيومتري فقط OLED 500. اذا انت تمشي تبحث على جوجل وتبحث عن OLED 500 and OLED 400 تجد اختلاف في الجيومتري في رسومات only about OLED 200 OLED 500. مش حتشوف حاجه يعرف ما يعرف او قليلا تجد ما يعرف بالOLED 500. ليش؟ لأن الريدي محددين أن الOLED 500 أولي معلومات أولي information يعني نحتاجها. فمن هنا يجب أن تكون واضحة الرؤية أن الOLED 500 هو عبارة عن معلومات أولي information that different totally عن OLED 500 or 400. أوكي هنا طبعا أنا حنوضح طبعا من ناحية طبعا الجراف هذا من ناحية عملية أكثر من إنها علمية أو أكاديمية. هنا في بعض السيناريو المختلف في OLED 500 عندنا سيناريو نمبر 1, 2, 3, 4. If لما تشوف مثلا السيناريو نمبر 1 هو الجراف نمبر 1 تشوف إن OLED 500 قول لي اختلاف المعلومات. أوكي لما نجي LED 500 between in figure number 2. اوكي نعرف نشوف ان في اختلاف في LED 500 في ان في صار في jump من LED 300 to LED 500 للمعلومات. وهذا السيناريو خطير جدا السيناريو هذا يحدث لما الكلاين طبعا سيناريو 1 ممكن نقول لما يكون في نيو بروجكت. السيناريو الثاني يحدث لما يكون في نيو بروجكت طبعا لكن الكلاين يحدد انه او يعطي هدف لانه بيستخدم الفاسيليتي مانجمنت البيم للفاسيليتي مانجمنت بعد ما ينتهي من مرحله الكونستراكشن. يعني في يكون في هيوج جاب. اوكي نجي للسيناريو نمبر 3 انه هو ان الOLED 100 في الجيومتري only during the construction but لما مشوا مرحله الاس بيلد وصل لمرحله الOLED 500. خلينا في السيناريو نمبر 4 وهو المهم وهو الاكثر تكلفه للكلاين حاليا يستخدموا فيه. فنلاحظ ان الجيومتري بارت وصل اولي للOLED 300 يعني ما وصلش للOLED 500 or 400 يعني جيومتري بارت بات ده جيومتري او انفورميشن معلومات وصلت للOLED 400 ووصلت
ال 500. من هنا نلاحظ في السيناريو نمبر 4 ان الكلاين ما ركزش على الجيومتري بارت، ركز على الانفورميشن. ومن ناحيه نظريه للفاسيلتي مانجمنت هذا يهمه اكثر من جيومتري بارت، لان من جيومتري بارت الفاسيلتي مانجمنت احيانا يهمه قول لي شكل، يعني شكل الحجم نتاع الماكينه، الحجم او والموقع، ما يهمه الشكل كثير، لكن تهمه المعلومات اكثر من الجيومتري بارت. يعني من هنا نقدر ان نصنف في اختلافات وفي اجيومنت، وان الفاسيلتي مانجمنت يشوف للاودي 500 من نواحي محدده ومن نواحي معينه، وذلك حسب الموقع او الحاله اللي يوجد فيها الاودي البروجكت. طبعا هذه تعتمد على عوامل كبيره، من عوامل التقنيه، من عوامل الخبرات المتوفره لتنفيذ الاودي 500 ان ايرلي ستيج، يعني من مرحله مبكره ومرحله مؤخره، وهذه عوامل كثيره. لكن نقدر نقول ان الاو دي 500 كان بي ريتش 5 الاو دي 500 فور فاسيلتي مانجمنت، الفاسيلتي مانجمنت اللي من خلال مجموعه سيناريوهات ذات الفاسيلتي مانجمنت يقدر ينفذها، مش مرتبطه بشيء محدد او شيء معين، وهذا يرجع الى خبره الفاسيلتي مانجمنت في تنفيذ البروجكت خلال بيم بروجكت. يعني طبعا اكيد ويجب ان يشارك الفاسيلتي مانجمنت، وطبعا لاحظنا ان في كثير من المشاريع ان الفاسيلتي مانجمنت لما يذهب للبيم بروجكت يشارك في مرحله متاخره من تنفيذ المشروع، ومما يسبب عوائق كثيره. طبعا علاش قلنا احنايا، علاش قلنا مثلا، قلنا نعطيك مثال، انا قلنا في بعض الاشياء مش تحتاج، مش مفروض انها تمشي للاودي 500، في بعض الاشياء تكفي انها تروح للاودي 300 او اودي 300. يعني كيف البايب او الداكت، هما الانابيب، مش محتاج ان نقولوا نذهب بهم او نحوروهم للاودي 500 او ايفن 400 لشكل البايب. هذا يشكل، لان بيكلف، يعني بيكلفك وقت وبيكلفك تكلفه، يعني من تحول لتبني من اودي 300 ل 400 500، وهذا غير مطلوب لفاسيلتي مانجمنت كي يشغل المبنى، لانه مش محتاج شكل البايب، هو محتاج المعلومات الموجوده على البايب. وفي امثله كثيره يعني، وفي اشياء يجب انها تروح للاودي 400 وتروح ل 500. يعني كيف في النيتشر ممكن نقول انها يجب انها تروح للاودي 400 500 فور جيومتري بارت اند انفورميشن بارت. ولكن الاهم ان الفاسيلتي مانجمنت ضروري يشارك في المراحل المتقدمة لتنفيذ المشروع، وهذا من العوائق الكبيرة اللي واجهناها حاليا في المشاريع. من هالعوائق وحنتكلم عليها بعدين، العوائق ان الكلاين مش عارف كيف، يعني هي الشيء الاساسي ان الكلاين مش عارف كيف يدير المشكلة هذه، او الفاسيلتي مانجمنت ما عندهاش دراية كيف هي مشاريع البيم، البيم مانجمنت او البيم بروجكت تيم ما عندهاش فكره كيف، او المعلومات شنو هي المعلومات اللي تواجه او المطلوبه للفاسيلتي مانجمنت، وهي دائره كبيره تحدث الان في الكونستراكشن. حنعطيكم بعض الامثله وبعدين حنتكلموا على المشاكل اللي حتواجهنا في تنفيذ الاودي 500 من ناحيه الفاسيلتي مانجمنت. طبعا الاودي 500 هذه بعض المعلومات اللي نحتاجها، والكتالوج والمتطلبات اللي تصل الـ OD 500. طبعا هذا للايكون، هذا طبعا الابواب، شنو هي المعلومات اللي المفروض توفر او المفروض اللي نفذها لنصل الـ OD 500. عندنا التشير، هذه بعض المعلومات، مش حنعطل عليكم في المعلومات، اكيد عندكم بها درايه وفكره. قبل ما نتكلم عن المشاكل اللي تواجه فاسيلتي مانجمنت، خلينا نتكلموا ما يعرف ب بيم داتا كلاسيفيكيشن فور اف ام. طبعا ممكن انتم او ممكن كموديلر مبتدئ او ما عندكش فكره، نسمع بحاجه يقولولها اومي كلاس او ماستر فورمات او يونيفورمات. هذه مهمه جدا ومهمه لتحديد
تحديد وتقييم الصنف اللي انت بتبنيه خلال في المبنى، لكي اي تيم يجي يشوف الموديل او يشاركك، وتحديدا فاسيلتي مانجمنت يعرف شنو النوع الموديل او الاوبجكت. خلينا نتكلم كاوبجكت، يعني اوبجكت حاجه واحده، او فاميلي. الفاميلي هذه او الاوبجكت لازم ضروري نحددوها عن طريق ما يعرف بالام كلاس او ماستر فورمات او يونيفورمات، لكي يسهل على الفاسيلتي مانجمنت تحديد نوع هذا الاوبجكت والطريقه المثاليه لتشغيل هذه الاوبجكت. وهذا من الاشياء المهمه جدا جدا. لو ان الموديل ما عندهاش فكره عن الموضوع هذا وعنده مشروع يبي يوصل به لمرحله الفاسيلتي مانجمنت، حتواجه عوائق وعوائق كبيره، وحيحتاجوا وبعض المشاريع شاركنا في واحد من المشاريع المعضله كانت ان ريموديل، يعني بنينا الموديل من جديد، لان مرات تو ريبير موديل ويكلفك وقت اكثر لما تعال او يعني ما يعرف كيف احنا نقوله ريبير، يعني تصليح الموديل حيكلفك وقت اكثر وجهد اكثر من انك تبني موديل جديد. وهذا حدث فعلا، حدث ان في بعض المشاريع نحن نفذنا ريموديل ذا موديل من جديد، لان في كانت مشاكل كبيره كبيره في تواجه فاسيلتي مانجمنت تقييم اول ذا اوبجكت والفاميلي بيس اون ذير ورك فلو. اوكي، توا تكلمنا، نريد احنا تكلمنا ما يعرف بالبيم موديل او بيلد انفورميشن والتصنيفات او الاشياء المهمه اللي يجب ان تكون في البيم موديل. خلينا نتكلموا على المشاكل اللي تواجه الاف ام او فاسيلتي مانجمنت. لما نتكلموا على الفاسيلتي مانجمنت نقدروا نديروا لينك بينهم بين الكلاين والديفلوبر، وهم شيئين ماشيين في خط واحد. يعني خلينا نعطيكم المثال هذا، انا اعطيت احاول يعني سمبليفايد ثيوري، اعطيتكم مثال هذا روبيك، هو ما يعرف مش عارف انا هذا المثلث على الالعاب يقولوا له روبيك كيوب. يعني خلينا نقولوا ان الموديل او الشكل الظاهري هو عباره عن شيب نتاع الموديل، اوكي. وخلينا نحكوا ان الكلر هم او الالوان هم عباره عن المعلومات اللي يحتاجها الاف ام. لما نجوا على المعلومات احنا نبوا الشكل النهائي وهو متشكل متناسق للفاسيلتي مانجمنت باش يستخدم هذه المعلومات ك سبيس مانجمنت، اوبريشن مانجمنت، اسيت مانجمنت، وات ايفر وي هاف، يعني ميني في الفاسيلتي مانجمنت واللي نتكلم وحنتكلم عليها ليتر اون. يعني باهي، لو انك انت ما عندكش الكيوب هذا فانت حتواجهك مشكله انك عندك معلومات كبيره. خلينا نشوفه هذا، اوكي. انت كفاسيلتي مانجمنت خلينا نشوف الكلر، يعني انا اعطيتكم مثال مثلا اليلو، اليلو كلر يعني اعطيته انه مثلا هو عباره عن سبيس مانجمنت ذات الاف ام يحتاجها. عندنا مثلا الروم كود، عندنا الروم نمبر، روم اريا، ديبارتمنت كود، ديفيشن كود، روم تايب، وات ايفر. هذه المعلومات كلها يحتاجها ما يعرف بالسبيس مانجر او مدير الفضاء لاداره المبنى من ناحيه السبيس مانجمنت، او اداره فضاء لكل المباني اللي يحتاجها في الوقت. لما تكون في مشكله ان المعلومات غير متوافقه والمعلومات متناثره لشكل الموديل، فهو حيتواجه مشكله في اداره المبنى. هو لو انه تعطيه الشكل الاول او الشكل الثاني فهو حينظر طول الشكل الثاني ويقول لك انا المعلومات نبها كيف موجوده في الشكل الثاني. لو اعطيتها هذا الشكل الاول نقول لك انا مش حنقدر ندير لك المبنى، لانك ان المعلومات انت اول شيء غير متوافقه، غير منتظمه، لا تدل على شيء يقدر ان يشغل به المبنى. فيجب المعلومات تكون معلومات متوافقه منتظمه، معلومات يحتاجها الفاسيليتي مانجمنت او الاف ام، لان عارفين ان البيم لما نتكلموا على البيم داتا نتكلموا على البيج داتا. يعني مرات في معلومات انا ما نحتاجهاش لاداره الفاسيليتي مانجمنت، لكن خلال مرحله التصميم وخلال مرحله البناء ضافوا هذه المعلومات، والكلاين والفاسيليتي مانجمنت والديفلوبر وات ايفر ما يبوهاش المعلومات هذه، مش محتاجينها في تنفيذ المبنى. فمن هنا يجب ان نقيموا، نعرفوا شنو المعلومات اللي نباها، كيف نديرها وكيف نوصلها للمرحلة النهائية.
فهذه من اعطيك من اعطيتكم مثال واحد لغير، يعني ما بش نتكلم على الاوبريشن مانجمنت اللي هي معضله اكبر واكبر، بش نتكلم على الفيلد مانجمنت افكت مانجمنت وات ايفر يعني. لكن خلينا هنا، خلينا لو نمثله ان الشكل هذا انه هو عباره عن الفاسيلتي مانجمنت او الجاب، لو انه هو شارك البيم بروجكت في مرحله بوست كونستراكشن او مرحله اوبريشن وصل من بيم موديل وبدا في تنفيذ الداتا، لكن الداتا كانت غير متوافقه وغير منتظمه يعني، فبتواجه مشكله انه بيحتاج بيكلم بيعالج الداتا هذه، والداتا راهي داتا كبيره هيوج فيري هيوج داتا. نحن نتكلم مرات على ما يعرف، انا شاركنا في مشروع او حوالي ما يعرف اكثر من مليون اكيومن، اكثر من مليون داتا في وان بروجكت، يعني هيوج داتا. ما انت مهما كنت انتليجنت، مهما كانت النظام تاعك انفورميشن سيستم قوي، مش حتقدر تعالج هذه الداتا الا لما تجيك داتا منتظمه ومعالجه بشكل صحيح. داتا الفاسيلتي مانجمنت كان يفهمها ومتطابقه لاداء الفاسيلتي مانجمنت. طبعا الاداء الفاسيلتي مانجمنت حنتكلم عليه ليتر اون، في لكل فاسيلتي مانجمنت او لكل مرحله، لكل مبنى، لكل نوع مبنى، لكل شكل مبنى، لكل تصنيف مبنوي إدارة محددة وتختلف من كلاين لكلاين، وهذه مشكلة موجودة في العالم كله لحد الآن. في بعض الستاندر لكن لم يوافق للفاسيليتي مانجمنت انفورميشن سيستم ان يكونوا كلهم بأداء واحد، وهذا يرجع الى عوامل طبيعية وفيزيائية وجيولوجية وأدائية للمبنى طبعا، واختلاف الكلتشر واختلاف الماتيريا واختلاف الحاجات هذه كلها ممكن حتأثر على فاسيليتي مانجمنت واختلاف الجو. لكن لو انك انت كفاسيليتي مانجمنت شاركت من مرحله البلانينج، يعني من مرحله التخطيط، ووضحت الرؤيه للبيم او المعلومات اللي تحتاجها، حتوصل للشكل النهائي هذا، حتوصل بمعلومات مفيده ليك، معلومات تقدر انت تشغلها، معلومات حتوفر عليك الوقت، حتوفر عليك التكلفة في تنفيذ أو create the information اللي يحتاجها الفاسيليتي مانجمنت أو الكلاينت. فملاحظة مهمة، لكي نصل مرحلة الـ FM أو LED 500 أو 7D، يجب الفاسيليتي مانجمنت ضروري جدا أن يشارك في المرحلة الأولى من التنفيذ. طبعا لما بيشارك المبنى الضروري يكون عنده معرفة، حتى مثلا بعض الاشياء ممكن ان الموديلر او الديزاين تيم ما عندهش فكره على المعلومات اللي يحتاجها الاف ام، لكن هنا يجي دور على الاف ام انه يرتب البروجكت. وفي بعض المشاريع ان الاف ام بيكون هو لايك المين كونتراكتور او هو المين كنترول للمشاريع هذه، فهو اللي بيتحكم في الكوربريشن بتوين داتا وبناء الداتا في الموديل. طبعا وانا متاكد لكم ان مش كل الكلاين عنده فكره كيف يدير المعلومات، لان يختلف، عندنا كلاين وعندنا اف ام. ممكن نقول لك ان الكلاين عنده فكره، يعني عنده فكره عن نوع المعلومات، لكن ما عندهش فكره كيف ينظم او يرتب المعلومات. يعني انت كيف الكيوب هذا، يعني كيف الكيوب هذا تقدر تحركه وتعرف انه ضروري كل شكل يكون في جهه، لكن مش قادر انك تحله. فهذه المعضله، فهمت علي؟ يعني الكلاين عارف انه هو يبي معلومات كذا 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 كذا، عارف ان المعلومات هذه ضروري تتوفر خلال مرحله التشغيل، وعارف ان في مرحله الديزاين ومرحله الكونستراكشن اللي موضحها انا بالشكل قدامكم، حتكون في تغيير، في اختيار، فيها تغيير معلومات، تبادل معلومات، فهتأثر، فيجب ننظم تبادل المعلومات هذه، فيجب نمانج وأرنج المعلومات هذه لكي نجي للحلقة النهائية الموجودة في الكيوب هذا، وهي المعلومات المتبادلة لإدارة أي جزء يعني. فالكلاين عارف، أنا قلت من الكلاين عارف، لكن مش عارف كيف يحركها يعني. فهذا مثال يعني، إن شاء الله تكون واضحة الرؤية لكم يعني، ويكون فهمتوا المعنى للاف ام. اوكي،
هنا جو كيف يعني احنا كيف نجو للفاينل جول بين الديفرنت يعني الجاب والجريد يعني او الاف ام اف ام ابلكيشن للبيم. اوكي خلينا نجو لمرحله ثانيه وهي ما يعرف ب the requirement of بيم اند اف ام. طبعا اكيد لما احنا نتكلموا مع الاونر طبعا يقول لك نحن نبغى ننفذ البيم ونبغى ننفذ في مرحله اوبريشن. اوكي لكي نقلل التكلفه خلال بيلدينج لايف سايكل، وهذا شيء طبيعي وشيء مفروض يعني يديره، وفي اشياء ضروري نشوف لها الكلاين يعني عندك سبيس مانجمنت، اسيت مانجمنت، بيلدينج اوبريشن، ريل استيت اف يور كمباني يعني ريل استيت بروبرتي، اف يور جرين بيلدينج حتى هو ضروري تشوف لها المعنى، انرجي مانجمنت اند كاربون فوت تراكنج، هذه الحاجات كلها تحدث خلال الاوبريشن وهذا اللي بيديرها الرولي الاف ام. لكن لكي نجي مرحله او تنفيذ البيم او الموديل لكي يجي لي 7 دي او دي 500 يجب ان نعرف ثلاث اشياء مهمه جدا جدا جدا، وهي ما هي نوع المطلوبات، ما نوع المعلومات المطلوبه للاف ام، لان لكل اف ام او لكل اوبريشن مانجمنت يختلف في مرحله التشغيل ولكل مبنى في اختلاف اكيد، لان المستشفيات مرحله التشغيل التنفيذ التشغيل لها تختلف عن الفاكتوري، فكل مبنى لي مانجمنت كيف تدير الاف ام، فيجب ان تعرف المعلومات اللي تحتاجها انت، otherwise you are not able to manage your building during operation. فهم؟ فما هي نوع المعلومات المطلوبة ومدى ما مدى توفر المعلومات المطلوبة، والأهم والأهم والشيء الأخير ما مدى صحة المعلومات المطلوبة اللي أنت تحتاجها. فهذه ثلاث حاجات يجب تحطهم أمامك لما أنت بتبي يجي عندك project whatever you are consultant architecture contractor، وعندك مرحلة إن بياخذوا البيم موديل بتاعك هو وبيشغلوه في مرحلة أوبريشن، يجب أن تمشي للكلاين وتعطيه الأشياء هذه تقول له تقدر توفرها لي أو لا. لو إنه هو قال لك ما نقدرش يقول له وفرها لي باش أنا نقدر نعطيك بيم موديل تقدر أنت تشغله في المعلومات. مدى ما هو نوع المعلومات المطلوبة وهو عارفين شنو نوع المعلومات اللي نحتاجها؟ هذا يتوجب على نوع المبنى. اوكي ما مدى توفرت امكانيتك انت كاركتكتشر او كونسلتنت او ايفن كونتراكتر انك توفرها المعلومات هذه في الموديل، وما مدى صحه المعلومات. نجو لصحه المعلومات، اكيد توفر معلومات فهمناها، صحه المعلومات معنى المعلومات الدقيقه، هل المعلومات اللي موجوده في الموديل مطابقه لل، هل المعلومات المتوفرة في الموديل هل هي مطابقة للمبنى أو لا؟ لو إنها مش مطابقة فأنت حتواجهك مشاكل كبيرة، ومن أهم المشاكل هي Space Management. طبعاً ضروري نتكلموا أن Space Management هو اللبنة أو الشيء الذي يتركز عليه Facility Management أو القاعدة اللي يبنى عليها المبنى تشغيل المبنى. لو انك ما درتش سبيس مانجمنت للمبنى بتاعك مش حتقدر تشغل المبنى بتاعك بالطريقه الممتازه في مرحله البيلدينج اوبريشن او اسيت مانجمنت، او فضروري تعرف ان ما هو سبيس مانجمنت، وهذا حنتكلم عليه بعدين في شيء ثاني. اوكي خلينا نتكلم على المعلومات اللي او موديل انفورميشن. طبعا تكلمنا ان في نوعين من المعلومات، هو عباره عن جيومتري بارت والانفورميشن بارت. يعني جيومتري هو ما يعرف بالجرافيك داتا، الانفورميشن وما يعرف بالنان جرافيك داتا، وعندنا شيء ثالث وما يعرف بالديكومنتيشن او الديكومنت. اوكي خلينا اوريكم شيء مثال اوكي بين الجرافيك واللي هو الجيومتري، نان جرافيك اللي هو انفورميشن اند ديكومنت. اوكي الجيومتري او الجرافيك داتا هي العباره عن كيف ما قلنا احنا مثلا ارتفاع التشير، هو ارتفاع الهايت بتاعه اللي يحدد لك شكل التشير. النان جرافيك اللي هي الانفورميشن مثلا الموديل الوارنتي الير وات ايفر، المعلومات هذه هي عباره عن جرافيك داتا. اوكي ديكومنت مثلا اعطيكم مثال، انا مثلا عندك انت وارنتي
وكذا الورنتي فيها كونديشن، فيها تيرم، فانت من الصعب انك تحط هذه المعلومات، كل المعلومات نتاع الورنتي ممكن تحط انها 5 years او 3 years الورنتي نتاعها، لكن في عندك تيرم، في عندك كونديشن ضروري توفرها داخل الموديل، فمن الصعب جدا انك تحطها كلها داخل الموديل، فبتحطها عن طريق documentation by another tool تستخدمها للاوبريشن، وهذا ما يعرف هنا later on بعدين نتكلموا كيف اكيباس يدير هذه المعلومات. فعندنا ثلاث اشياء مهمه جدا ضروري تكون متوفره للموديل نتاعك في اي شيء. اوكي، خلينا نتكلموا على البي موديل فور اف ام. شنو هي الاشياء ضروري تكون في البي موديل؟ اوكي، من ناحيه عارفين ان البي موديل هو عباره عن مجموعه موديل، عندنا اركيتكتشر موديل وعندنا الام اي بي وعندنا ستراكشر. اركيتكتشر عارفين ان في عندنا الوول فلور سيلينج واتر ايفر الروف، عندنا في النيتشر عندنا سبيس اللي هو الفضاء، وعندنا اساس متوفره او متواجده داخل الاركيتكتشر موديل. عندنا في النيتشر هم الاتاك، السبيس اللي هو الفضاء مثل الروم والاريا، عندنا الاساس مثلا لايك بلومبيك فيكتشر وات ايفر هي الموجوده، وعندنا منها نوعين هي الادوات، ومش عارف نقولها احنا بالعربي الاصول، يعني مثل عندنا نوعين من هي يكون اكيومنت اللي يستخدم خلال مرحله التشغيل، ونن اكيومنت اللي هو عباره عن شيء مثل البايب او الداكت وات ايفر اللي هي مش ماكينه متشغله او شغاله في الواحد. فعندنا الكتريكال موديل، عندنا ميكانيكال موديل، عندنا بلومبنج، عندنا ستراكشر موديل. فهم الحاجات هما ضروري وهم قواعد الموديل، فضروري نكونوا عندنا درايه بالشيء هذا، عارفين ان في حاجات هما ضروري تكون متوفره داخل الموديل. طبعا كان جنرال، انا حكيت كجنرال. خلينا نتكلموا على سبيس، شنو هم الحاجات اللي مفروض او الاريا اللي موجود اللي مفروض انها تكون متوفره داخل البي موديل اللي تكي تدير المانجمنت بتاعك او سبيس مانجمنت بتاعك للموديل او للبيلدينج يعني او البروجكت. عندنا الروم اريا وانتم عارفينها، يعني اكيد عارفين الروم اريا، عندنا ما يعرف بالرنتبل اريا، عندنا يوزبل اريا، عندنا هلبة حاجات، وعندنا اهم وعندنا شيء ثاني اكيد، عندنا الانترنال او الجروس اريا وانترنال واكسترنال. نجول شيء ثاني، خلينا نمشوا بشيء سريع باش نوضحكم الحاجات هي الفرقه هي، بعدين راح نعطيكم مثال لكل واحد وشنو هي الاشياء المفروض متوفره لهم. وعندنا اساس، عندنا في النيتشر اكيومن انن اكيومن. طبعا اوكي، عندنا واحد عنده كويشن. يعني في حد عنده اني كويشن يعني؟ السلام عليكم، لو اي حد عنده سؤال بس يعمل راس هاند عشان يتكلم مع الشيخ محمد. انا شفت واحد عامل بلاش توقفت يا. اوكي، خلينا نكملوا وبعدين حنفتح، ولو في اي كويشن يعني تقدروا تو، وبعدين نقدر نفتح السكشن، اكيد حنفتح السكشن للكويشن بتاعكم كلها ان شاء الله باذن الله. اوكي، خلينا هذا طبعا هذه من نظره عامه ومش نتعمق لان اكيد عندنا وقت وعندي اشياء هالاشياء نبي نشرحها نوريها لكم، فخلينا نمشوا للروم. اوكي، شنو هي الحاجات اللي المفروض تكون؟ خلينا هذه الروم اريا فقط، احنا نتكلموا عن الروم اريا فقط. اشياء ثانيه مش حنقدر نعطيكم امثله لان الموضوع كبير ومتعمق، لكن خلينا نتكلم عن الروم اريا. شنو هي الحاجات المفروض تكون في الروم اريا؟ عندنا الشكل هذا وعندنا الروم وعندنا، فمن الاشياء اللي المفروض متوفره اللي هي البيلدينج كود هو رقم المبنى، الدور هو فلور كود هو رقم الدور، وعندنا الروم كود هو رقم الغرفه، وعندنا روم نيم هو الاسم الروم، وعندنا روم اريا، وعندنا روم يوز، وعندنا ديفيشن كود، ديبارتمنت كود، روم تايب، روم كاتيجوري، روم ستاندرد. طبعا اللي ما عندهش فكره ممكن هذه حاجه يستخدمها يحتاجها الفاسيليتي مانجمنت لاداره او للسبيس مانجمنت فقط، تمام، ولتحديد. طبعا يحدد لك ديفيشن كود، يحدد لك نوع الديبارتمنت حاجه ثانيه. فانتم تشوفوا هنا البارامتر ذات عند وي هاف، عندنا النمبر، عندنا F1F101001 هذا اللي هو ما يعرف بالروم كود، عندنا النيم ما يعرف بالروم نيم، عندنا بعض المعلومات اللي وهي الديبارتمنت كود، ديفيشن كود، روم كاتيجوري، روم ستاندر اند روم تايب. وانتم عارفين ان الغرفه هذه كيف ما تشوفوا من النيم هي عباره عن كافتيريا. سو من هنا نعرف التصنيفات، وهذه طبعا تصنيفات ماهيش ثابته، لكل دوله عندها
تصنيفات محدده معينه، فتختلف من شيء لشيء، لكن يحتاجها. نجو نعطيكم مثال ثاني، نعطيكم حاجه ثانيه اللي هو البيلدينج كود اللي هو الموجود، نقدر نوجدوه من البروجكت نيم، البيلدينج نيم اللي هو من البروجكت انفورميشن ذات وي هاف ان اور موديل، يعني فواضحه يعني ما فيش اي اشكاليه ان شاء الله. هذا مثال فقط من بعض الامثله. يعني خلينا نجو للجروس اريا اللي المفروض احنا نفذها، نعطونا عندنا هذا الشيء وعندنا التصنيف او الدور بتاعنا. فالجروس اريا هو عباره عن المساحه الاجماليه للفلور، وعندنا طبعا في نوعين، في الانترنال وفي الاكسترنال، المساحه الاجماليه الداخليه والمساحه الاجماليه الخارجيه للدور فقط، وعندنا المبنى كامل. ففي حاجات، وهذه حاجات مهمه جدا لتقييم او تحليل اداء المبنى بتاعك من ناحيه الفضاء او اداره الفضاء. فعندنا حاجتين مهمات، عندنا الاريا وعندنا الروم اريا وعندنا جروس اريا. في طبعا عندنا الرنتبل اريا وعندنا الرنتبل اريا، هذه حاجات نحددها عن طريق ممكن احنا كيف نستخدم في الاكيباس. هذا الاكيباس لترون نوريكم كيف ان نحددها الحاجات هي عن طريق الكاتيجوري او الروم تايب، روم كاتيجوري وات ايفر. اوكي خلينا نجو لمثال ثاني هو الاكيومنت او الاساس. هنا اعطينا بعض الامثله، عندنا الكاتيجوري، عندنا الفاميلي، عندنا الاكيومنت كود وهو البارامتر كي لايك روم 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 كود، عندنا اومي كلاس نمبر هو اللي يحدد لك نوع الاكيومنت او نوع الاداء او الماكينه اللي موجوده داخل المبنى. طبعا عندنا احنا الطاوله هنا في النيتشر الطاوله، فالتيبل هذه، وعندنا حاجات معلومات. شوف انتم كيف ما تشوفوا التريل، وعندنا ما يعرف بالكاتا كود. كاتا كود هذا تصنيف ماليزي فضفناها للمعلومات على حسب طلب الكلاين او ريكويرمنت اوف كلاين، وعندنا مانفاكتشر. فهذه بعض الامثله، بعض البارامتر، عارفين ان احنا كل المعلومات هذه نقدر نجدها خلال البارامتر. وطبعا عندنا نوعين من البارامتر، عندنا انستنت بارامتر وعندنا فاميلي بارامتر، وهذه اشياء باش نتعمق فيها حتكون اكثر دقيقه لكم. لكن خليني اعطيكم مثال هنا، عندنا حنايا عندنا الاكيومنت كود وهو برامري كي يستخدموا فيه اغلب الفاسيلتي مانجمنت في ماليزيا او شرق اسيا او حتى اوروبا لتحديد نوع الماكينه او اللوكيشن، تحديد اللوكيشن اولا وتحديد نوع الماكينه او الاداء. فتشوف هنا في الاكيومنت كود عندنا هنا اف 802.041-0. هنا التابل موجوده في اللوكيشن او غرفه، رقم الغرفه 41-0. عندنا المبنى اللي هو اف 8، المبنى اسم المبنى او اسم البروجكت اف 8، الدور ليفل 2 او الدور الثاني، عندنا رقم الغرفه 041-0، وعندنا ما يعرف باومي كلاس نمبر، وعندنا ما يعرف بالرننج نمبر. طبعا خلينا نجي واحد بواحد. الاف 8 هو مبنى او رقم المبنى، يعني تعرف ان طبعا اكيد لكل مبنى مدليل كود، فنعرف ان الماكينه هذه او الطاوله هذه موجوده في المبنى رقم اف 8 في الدور الثاني في الغرفه 041 الاومي كلاس. هنا لما التكنيشن او التكنيشن لما يجيه الاوردر ويقولوا له ان في مشكله في الاله او الماكينه هذه من الاومي كلاس، يعرف شنو نوعها. هنا الدور نتاع الاومي كلاس هذا يجب ان يكون في الايرلي ستيج، مرحله التصميم. وهذا علاش احنا نتكلموا الفاسيلتي مانجمنت ضروري يشارك في المرحله المبكره لتحديد التصنيفات هذه. مرات في مثلا مرات، وعندنا مثال هنا، احنا يضفنا ما يعرف بكاتا كود. كاتا كود هو تصنيف ماليزي يستخدموا فيه، فهنا نقدروا نبدلوا الكاتا كود بالاومي كلاس في الاكيومن كود، ومن هنا يعرف الاف ام او الفاسيلتي مانجمنت يعرف شنو نوع التيبل او شنو نوع الاله او الاوردر اللي جايته في المشكله هذه، فيعرف انها تيبل ويعرف شنو نوع التيبل، وممكن يدير تشيك اوت او يتشيك دلس من ويعرف شنو الحاجات هذه من خلال السيستم اللي يستخدم فيه. وعندنا رننج نمبر، هذا يحدد لك يعني ممكن تستخدم رننج نمبر بير فلور، يعني كم طاوله موجوده في الغرفه كلها او كم طاوله موجوده في الدور كلها، او ممكن تستخدم كم طاوله موجوده رقم الطاوله في المبنى كله. فهنا مستخدمين طبعا، على ما اعتقد انهم مستخدمين
للدور يعني للفلور، يعني عندنا هذا رقم الطاوله للفلور، يعني بادين لكل فلور يعني محددين رانينج نمبر. اوكي خلينا هذا الشيء مثال وضحته لكم انا. طبعا اكيد احنا حنستخدم الكيو ار او ما يعرف ب كيو ار كود، واغلبهم يستخدموا فيه حاليا بحكم ان يستخدموا بيعرف ما يعرف بالاف ام انفورميشن سيستم او اكبر، فيستخدموا الكيو ار كود لتحديد نوع المبنى من ناحيه لتحديد نوع الرقم او اكمن كود، ويديروا لها سكان ويحددوا ويبعثها للفاسيلتي مانجمنت، فاسيلتي مانجمنت يحولها للسوبرفايزر ويحولها التكنيشن وهكذا 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 من الاداره عن طريق ون كود وكيو ار عن طريق الموبايل او الاب او الايباد. اوكي خلينا توا نمشي للمرحله الثانيه وهي ما يعرف بالبيم تول. طبعا احنا قلنا ان البيم تول ان البيم هو عباره عن انتجريشن بين تكنولوجي اند مانجمنت، وعندنا اكيد التكنولوجي هم السوفت ويرات اللي نستخدموا فيها، واكيد لكل مرحله من البناء عندنا مجموعه سوفت ويرات او مجموعه تول ذات نستخدمها. طبعا اكيد احنا بنوضح لكم ان هنا احنا في ماليش اغلبهم يستخدموا اكيباس كفاسيلتي مانجمنت اور اوبريشن ستيج فور all the building. اوكي هنا عندنا مجموعه اكيد، واكيد عندنا مجموعه كيف موجوده في الديزاين والاوبريشن والبلان، عندنا مجموعه او عدد معين من التولز التي نستخدمها في facility management او خلال الاوبريشن، وحنتكلم بحكم ان احنا نتكلم عن اكيباس ان شاء الله. طبعا عندنا ايكودومس، ممكن بعض لو عنده فكره عن دول الخليج من بعض الدول اللي كيف دبي في مباني يستخدموا الايكيدومس وفي مباني يستخدموا اتوباس واغلبيه ويوبيم. وطبعا لكل سوفت وير لكل تول ليه ميزات وليه عيوب حسب الوعي. خلينا نتكلموا عن اكيباس سواء نجو بالك عندكم اي كويشن او سؤال قبل ما ننتقل لمرحله اكيباس. لو في اي سؤال ممكن توا فقبل ما ننتقل المره اللي اوكي مستر مصطفى اوكي ممكن تكتب يعني تكتب الواحد لو من بعد اوكي على راحتك يعني. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جدا باشمهندس المحاضرة الماتعة يعني. معلش هو سؤال متقدم يعني شوية في سلايد كانت قدام شوية لما كنت حضرتك بتتكلم على الجرين بيلدينج وان البلو لاين والريد لاين لو احنا بنستخدم البي اي ام في التخطيط من الاول وبيبقى فيه ستابيليتي وفي بيبقى الكوست بيبقى 20% في الكونستراكشن وبعد كده في الاف ام بيوصل ل 80%. حضرتك كنت بتقول فده كنت بتقول ان في حاجه اسمها البلو لاين لو احنا استخدمنا البي اي ام والريد لاين لو احنا استخدمنا الكاد وكده العادي يعني. فكنت حضرتك بتقول ان التكلفه بتاعه البلو لاين اللي هي البي اي ام بتكون اقل من التكلفه بتاعه الريد لاين اللي هي الكاد، مع ان الجراف اللي حضرتك كنت حاطه في السلايد ساعتها كان بيقول ان الكوست بتاعه البلو لاين اعلى بكتير جدا من الكوست بتاعه الريد لاين. اي نعم البلو لاين كان ستيبل جدا والريد لاين كان فعلا يعني بيطلع وينزل بشده، بس ما زال برضو التوتال الكوست في الاخر كانت اقل يعني. فالحته دي ما كانتش واضحه معلش لو حضرتك توضح. اوكي طبعا اوكي هنرجع لل سلايد. بارك الله فيك على الكويشن، حنوضحك ممكن انا ما وضحتش جيدا. اوكي الـ الـ الشيء هذا فعلا هو لما تكلمت عن التكلفه انا ما يوضحش ان الارتفاع البلو لاين ما يوضحش ان هو ارتفاع مثلا التكلفه، لا هو ما يعرف بتكلفه. تكلفه لما نحكي انا على التكلفه من ناحيه عامه ان خلال المبنى من خلال الكونستراكشن او الديزاين بتكون تكلفه 20% وخلال الاوبريشن بتكون 80%. جميل جدا. لما احنا ننتجوا للبلو لاين يعني فتشوف ان في ان الخط متذبذب مش متذبذب خط متناسق، يعني ان التكلفه حتكون ثابته خلال اوبريشن
من خلال 25 عام. اوكي، والداتا المتوفره انها ثابته، فالتكلفه حتكون ثابته. لو انك انت استخدمت التراديشنال اف ام داتا بس، حتكلفه حتكون متتبدل، حيكون فيها ارتفاع وحيكون فيها مرات انخفاض وحيكون فيها احتمال ارتفاع اكثر. تمام. فمن هنا الداتا المتوفره، فاحنا نتكلم عن الداتا، هذه الداتا خلينا من التكلفه، هذه الداتا البلو لاين، ان البلو لاين هو عباره عن ثبات الداتا اللي نستخدمها في مرحله الاوبريشن، ومن هنا التكلفه حتكون عندك ثابته. لكن الداتا اللي موجوده بالجرين لاين هي داتا غير ثابته وغير متوافقه، ومن هنا حتجيك مشكله في التكلفه، وحتزيد التكلفه اكثر واكثر. لما كنا 80% او 20% مش يعني ان هذا ارتفاع التكلفه، لا، هذا نمط الموجود. يعني خلال 20% من المبنى بتاعك او الداتا اللي استخدمها حتكون التكلفه 20% فقط. لما نجي مرحله 80% حتكون خلال اوبريشن، هذه تكلفه المبنى. مرحله بناء الداتا ومعالجه الداتا وتقييم المبنى، هذا اللي نحكي عليه البلو لاين والجرين لاين. يعني ان شاء الله وضحت الرؤيه. يعني تمام الله يكرمكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. باشمهندس، عندي سؤال. اول شيء شكرا على المحاضره الماتعه. سؤالي من شقين. السؤال الاول هو من خلال خبرتك في المجال البي اي ام، كيف قدرت تنقل مشروع او عده مشاريع من التراديشنال واي للبي اي ام واي، وشنو الصعوبات اللي واجهنك سواء كبي اي ام مانجر او كتدريب للموظفين او للمهندسين او حتى للستيك هولدرز، حتى للكلاين؟ يعني اكيد ايوه. اوكي، هو مش سؤال ثاني، ولكن كنت تمنيت انت لما بديت تشرح في الاول واحنا كنا منسجمين بالذات على الجرين بيلدينج، تمنيتك من خلال خبرتك الواسعه او الطويله في الشركه اللي حضرتك تشتغل فيها، اكيد كان عندك امثله حيه، كان عندك مثال او مشاريع اشتغلت عليها، كنت تقدر تضرب لنا امثله من ارض الواقع، اللي انت حتكون اقرا يعني بالمثال يتضح المقال زي ما يقولوا. فكنت حابه انك انت تعطينا مثال من خبرتك خاصة ومن خلال عملك، كيف قدرت ان توفر في الجهد وفي الوقت وفي المال لما انت انتقلت من التراديشنال واي للبي اي ام. شكرا، بارك الله فيك. اوكي، طبعا كيف عارفين نحن البي ام كتكنولوجي هو مش جديد، يعني هو قديم جدا، ولكن في بعض الدول كيف بدوا في تنفيذ البي ام. وطبعا لما انت بتجيب شيء جديد لأي شيء، يعني بتجيب شيء جديد لأي كلاين أو أي معرفة، بتجيب حتواجهك مشاكل في التنفيذ. وطبعا من المرحلة اللي نفذها كجوفرمنت، يعني هنا في ماليزيا، يعني بدوب شيء بشيء. يعني بدو أول حاجة كيف ينفذوا البيم في مرحلة ديزاين، وبعدين انتقلوا للكونستراكشن، وبعدين انتقلوا للأوبريشن. وطبعا حتى الان قاعدين في مرحله الكونستراكشن، قاعدين ما وصلوش مرحله الاوبريشن او الهاي ليفل اوف اوبريشن باي يوزنج بيم. طبعا من اهم المشاكل، وانتم عارفين ان تشالنج اكيد بتكون في تشالنج كبيره، من الخبرات، من خبرات المعرفه كيف تدير بيم، من خبرات كيف تدير او الخبرات بتاع السوفت وير او الموديلر، هاو كيف يبنوا الموديل. هذا شيء كان متواجد ومتوفر وكنا نواجهه فيه بكثره. يعني عباره عن ان احنا نتكلموا على البيم من منطلق اولي، كانوا يعرفوا ان البيم هو عباره عن 3D موديل وعن رابيد وبلا بلا بلا الحاجات هي، مش عارفين ان البيم هو نط، وال 3D هو عباره عن build information in 3D. That one يختلف عن SketchUp. That why we use Revit يعني. فهذا شيء واضح ومعروف. لما بدوا في الديزاين،
فبدو مرحلة مرحلة. المشاكل إنها التكلفة، عارفين إن التكلفة السوفتوير أو الهاردوير مكلفة، الترينينج حتى هو مكلف، لكن الجوفرمنت تعطيك بوش كبير للبروجكت أو الكونتراكتور الكونسلتين to be and be actually. وعطت خطة أن يعني بحلول 2021 ضروري submission يكون by submission for design يكون by BIM like Singapore UK يعني. فمن هنا دو ده في ماركت جديد، وهذا دور الحكومة أن تعطي. الحكومة ما تقدرش يعني الحكومة ما تقدرش تجبرك أنك تنفذ البيم، لكن الحكومة تقدر يعني تشجع ان كيف تنفذ البيم وشن هي الامتيازات اللي مفروض تاخذها لما انت تنفذ البيم. ومن هنا بدات الشركات تنطلق يعني مرحله بمرحله، بدو في مرحله الديزاين وبعدين مشوا لمرحله الاوبريشن او مرحله البناء. وتاكيد مرحله البناء هي مرحله متعقده وفيها كولابريشن كبير، فهنا دوب بالشركات الكبيرة اللي عندها إمكانيات مالية ومادية لتنفيذ هالمباني، وأعطوهم يعني الشركة والحكومة أعطت يعني حتى جراند أو ما يعرف بمنح لتنفيذ هذا، وأعطت مشاريع لتنفيذ هذا الحاجات بحكم إنها government، فشجعتهم على تنفيذ هذا بحكم عندهم خطة يعني. لكن المشكلة اللي واجهت مش هنا فقط، واجهت جميع، إن لما جولي مرحلة الأوبريشن، الأوبريشن هو مرحلة مختلفة من كلاين لكلاين، إذر برايفت أو بابليك يعني، هذه شيء معين. الشيء الثاني، الكلاين إيفن الجوفرمنت بحد ذاتهم مش عارفين كيف يدير عملية الأوبريشن، بحكم إن الديزاين والكونستراكشن ياخذوه ونفذوا ومشوا، لكن الأوبريشن شيء يختلف تماماً، توتالي يختلف. خلينا نعطيكم انا مثلا على المثال على جرين بيلدينج اللي كيف ذكرت عليكم. واحد من المشاريع اللي نفذناهم ان بدو في مرحله الديزاين، وهو جرين بيلدينج يعني بدو في مرحله الديزاين وبدو في الكونستراكشن، وطموحين ليحصلوا على ما يعرف بالجرين بيلدينج سيرتيفيكيشن فروم ما يعرف بالجي بي اي الموجود هنا. لما يجوا لمرحلة تقييم المبنى ما استخدموش البيم داتا، مشوا للعملية التقليدية اللي هي يستخدموا فيها عن طريق سكتش هاب وتحليل باي عندهم مجموعة سوفتويرات اللي لايك انرجي ولايك ايكوتاكت وحاجاتها هي، فبدوا يحللوا المبنى بالسكتش هاب والحاجاتها هي، ما استخدموش البيم موديل لتحليل الداتا for green building credit أو green building criteria. يعني نعطيكم مثال، يعني أنت عندك iPhone 11 وعندك فيه كاميرا، الكاميرا متاعها ممكن 12 أو 15 ميجا بيكسل، تبي تأخذ فوتو، شن داروا؟ مشوا اشتروا كاميرا خارجية والكاميرا متاعها هي عبارة عن ممكن 5 أو 8، وبدوا ياخذوا فوتو. يعني أنت خليت شيء متوفر عندك ومتواجد عندك ومشيت لشيء تاني لأنك أنت تعرف كيف تدير الشيء هذاك، أنت ما عندكش، ممكن لأنك أنت جديد على الآيفون أو أنك تعرف فيه الكاميرا لكن ما تعرفش كيف تدير الآيفون أو تفتح الكاميرا وتدير حاجة تانية. فالمشكلة المعضلة الآن مواجهة في مرحلة الأوبريشن، وهي حتواجه كل المباني وحتواجهها بإذن الله في كل، لو أنكم ما تنطلقتوش من مبدأ أولي كيف نفذوا البيم لمرحلة الأوبريشن، حتواجهكم مشاكل وحتقعدوا حيتعطل. وطبعا في بعض كثير من الدول وصلوا المرحلة، طبعا في لا احنا نتكلموا الآن، العالم يتكلم عن الديجيتال توينز، نو مور توكن اباوت بيم بيكوز عندهم ريدي بيم، عندهم حاجة معتمدينها، يتكلموا عن الديجيتال توينز. لا جدوا لما توصل أو الديجيتال وجدوا أن المشكلة كلها في الأوبريشن، كيف تدير المبنى متاعك. من هنا لازم ضروري الكلاين والفاسيلتي مانجمنت ضروري يكونوا عارفين كيف البيم يقودوا البيم، او ما هي المتطلبات للبيم، ويعطوا معرفه ما هي المعلومات اللي مفروض تتوفر كموديلر
تعطوهم يكونوا عندهم معرفة شن هي الحاجات اللي يحتاجها الاف ام وشن هي المعلومات اللي ضروري تتوفر داخل الموديل خلال مرحلة اوبريشن. خلينا في الجرين بيلدينج نعطيكم اخر مثال باش ما اعطلش عليكم. ان قلنا احنا بعض المباني بعد كيف تصنيف هنا في ماليزيا عندهم 1 year after the finish the construction عندهم 1 year هي مرحلة اوبريشن مرحلة تشغيل، بعدها يعطوهم الفاينل سيرتيفيكيشن فور جرين بيلدينج. يعني عندهم 1 year وهنا يجي دور الفاسيليتي مانجمنت انفورميشن سيستم انه يدير المبنى. لو ان المبنى ما دارش المبنى بالطريقه اللي يجب ان تدار حيفشل، حيعطوهم حيفشل في الحصول على الفاينل سيرتيفيكيشن فور جرين بيلدينج. فهنا تنطبق على معرفه الفاسيليتي مانجمنت كيف يدير المبنى. وبعدها عندهم خلال التجديد عندهم خلال افري 3 years يعني ضروري يجددوا. فلو ان ما استخدموش البيم حيكون في فلر كبير، وهو ان المعلومات غير متوفره، الاداء حيكون ضعيف، غير قادرين على الحفاظ على المينتين نتاع التشغيل المبنى، فيكون في فلر ثاني. فهنا يكون الدور ان شاء الله يعني يكون غطيت المعرفه. فكلها ترجع، احنا نتكلموا عن ريفوليوشن اوف اندستري 4.0 which mean the operation stage. هذا المعنى انتحى. فأرجو أن تكون الرؤية واضحة يعني. تمام، شكرا. أوكي. أوكي. خلينا ننطلقوا على بنا ready 1 hour now. خلينا نمشوا للأكيباس. شنو هو الأكيباس actually؟ أكيباس هو tool للفاسيليتي مانجمنت. هو tool، لكن هو أكثر من أنه فقط للفاسيليتي مانجمنت. هو عبارة عن كيف تدير Integrated Workplace Management System اللي هي IWMS. طبعاً لما نتكلموا تطور الفاسيليتي مانجمنت او الاي ام اس او اللي ما يعرف بالانتجريت ورك بليس مانجمنت سيستم، هو تطور عن طريق مراحل كاي شيء يعني تطور، وطلعوا به من 2009 لحتى الان يعني متواجد ومتبقى. هذا ما يعرف بالشكل هذا. لما تشوفوا الشكل هذا اوكي، هذا ما يعرف بالانتجريت ورك بليس مانجمنت سيستم. ومن هذه الاشياء نقدر ندير المبنى او لكل المباني. طبعا هو موجود لكل المباني لتصنيفات معينه لجميع انواع المباني، ما يعرف ب سبيس بلانينج، ريل استيت، انفايرمنت اند مانجمنت اند ورك بليس وات ايفر، وبيلدينج اوبريشن، وعندنا سبيس بلانينج اند مانجمنت، عندنا موف مانجمنت، عندنا ورك بليس، عندنا اسات مانجمنت، عندنا بيلدينج اوبريشن، عندنا انرجي مانجمنت، عندنا جرين بيلدينج تراكينج، عندنا هالحاجات اللي هي كلها متعمده متعلقه ومترابطه مع البيم. فعندنا اي ثينك عندنا وان كويشن فروم اوكي عندنا وان كويشن ولا هناك؟ اوكي خلينا نكمله. لو في مصطفى اوكي ان شاء الله اوكي نكمله نجو. اوكي فتشوفوا ان هنا على اليسار we have the application Akibas that we have in Akibas software. ومن هنا هذا ما يعرف بالwork place integrated workplace management system. من الميزات انه يغطي جميع انواع المباني بجميع التصنيفات، والاهم انه كان بي انتجريشن ويذ اني سيستم. يعني لو انك تبي تضيف لها اي شيء لايك اوتوميشن سيستم يعني كان بي وكان شغله. يعني هذه الميزه القويه في اكيباس. واكيباس من الميزات اللي فيه هو مش للفاسيلتي مانجمنت فقط. لو تكلمنا عن الفاسيلتي مانجمنت هو عباره عن مانجمنت يدير المبنى. في بعض السوفت وير هو عباره عن انفنتوري، يعني شو يوريك الاكيومنت اللي موجوده في المباني، لكن لا يعطيك طريقه تشغيل للمباني او كيف تدير المبنى
او البروسيس اللي المفروض واللي المفروض تنتقل من شخص لشخص او من موظف لموظف عن طريق الفاسيلتي مانجمنت. فهو كان بي هولد فيري هيوج بيج داتا, كان بي فيري ميني بيلدينج, كان بي في كان بي يوز باي بيم ايفن بيم يعني كان وينتجريت مع البيم موديل او وي كان انتجريت مع الكاد كاد او اتوكاد. فهو بداية كان مع الأكاد, تو دعوا لها انتجريشن مع البيم ومع البيم موديل. هنا تكلمنا على عندنا 1 2 3 4 وهذه الأشياء اللي تعرف ما يعرف الانتجريت ورك بيس مانجمنت سيستم, وعرفنا أنه هو ليس فقط الفاسيلتي مانجمنت, هو مور ذان فاسيلتي مانجمنت. وحنتكلم على رقم 2 ورقم 3 كمثال قصير لأن عارف أن ما عندناش وقت, ما احنا نحكي على كبير, راح نوريكم فقط بعض الأمثلة. اوكي خلينا نوريكم قبل السوفت وير, خلينا ندير لكم شير. اوكي اوكي شوفوا فيها يعني واضحه الشاشه واضحه ان شاء الله. اوكي خلينا طبعا فتحنا الجوجل كروم, نحن طبعا فتحنا الجوجل كروم وخشينا الاكيباس. اوكي جميل جدا. هو عباره عن ويب سوفت وير, يعني من الفوائد لهذا ليه انك تقدر تفتح السوفت وير من اي مكان وين ما انت, وتقدر تشغل المبنى بتاعك في اي اتجاه انت كنت او مكان كنت فيه. يعني مش كيف الرابط داود يكون يعني يكون في اللابتوب او البي سي او وات ايفر, يعني من الويب تقدر تفتح تقدر تشغل المبنى بتاعك حينما انت كنت. يعني فعندنا كده عندنا بروجكت نيم وعندنا ما يعرف باليوزر نيم, نوريكم اليوزر نيم انترفيس. طبعا هذا طبعا الاكيباس عندنا مجموعه او اشكال مختلفه للشاشه. فعندنا مثلا عندنا هذه الشاشه, هذه توريك الريبورت او الاداء المبنى بتاعك وكل شيء, يعطيه لك فيري كويك يعني كويك ريبورت الاداء بتاعك والتقييم بتاعك. هنا نجي حاجه ما يعرف بالابلكيشن. الابلكيشن هذا الابلكيشن استخدمه كيف ما تشوفوا هنا, بتشوفوا الريل استيت, تشوفوا كابيتال بروجكت مانجمنت, تشوفوا سبيس مانجمنت, تشوفوا اسيت مانجمنت, بيلدينج اوبريشن, هذول كلهم الابلكيشن الموجوده اكيباس. لو تشوف انت لو تشوف هنا في اختلاف على الواحد هذا, لان في تقدر انت تتحكم بالشكل اللي المفروض اللي تحبه, واحنا نفضل الشكل هذا. خلينا نغير لكم الشكل باش تكون اوضح لكم. اوكي كيف ما تشوف توا هنا تشوف في شكل مختلف, وهنا عندنا الابلكيشن. اف وي جو يعني اف وي ذهبنا ما يعرف بالبلانينج مانجمنت, هنا عندنا ما يعرف بالرول, عندنا ابلكيشن وعندنا رول وعندنا رول مختلفه للتنفيذ. فهمتوا؟ فهو كبير يعني. هو عندنا مجموعه, عندنا مثلا ميديكول, عندنا موديل واللي هو الريل سيت, وعندنا الابلكيشن واللي كل ابلكيشن تحت مجموعه رول تستخدمها انت. هو فيري هيوج يعني مش صغير, وبعض الشركات ما تستخدموش في كل الابلكيشن. وهذه الميزه الممتازه في الاكيباس, يعني انت تقدر تختار شنو تحب باش تشغل مبنى. تقدر تشغل مثلا تقول نبي سبيس بلانينج اند مانجمنت اند سيلز مانجمنت اند بيلدينج اوبريشن فقط, ما تبيش ريل ستيت لان ريل ستيت يستخدموا فيه للشركات الاراضي او البروبرتي او اللاندسكيب. يعني عندك ممكن كابيتال بروجكت حتى هي, عندك انفايرمنت ورك, يعني في انت تختار شنو تبي باش تشغل وهم على ظهر يعطوك. لكن هذا بحكم هذا ديمو يعني تجريبي. فعندنا كل الابلكيشن, فعندنا هنا هذا سبيس بلانينج. لو ان مثلا اعطيت ذهبنا عن سبيس بلانينج اند مانجمنت, ضغطنا على سبيس انفنتوري اند بيرفورمانس. هنا لو ان خشينا على سبيس مانجر, خلينا نوريكم حاجه خفيفه ظريفه يعني مش نعطل عليكم. خشينا على ما يعرف سبيس كونسول باش نوريكم شكل المبنى كيف يكون 2D اند 3D. طبعا بحكم انا نستخدم اللابتوب بتاعي فهو ضعيف شويه كونكشن لانه هو لوكال. هو بدا يدير لودينج توا حاليا لان هي تجربه, هي هو السوفت وير
ديمو ومدايره مش اونلاين، فموجود على الـ على على اللابتوب، موجود داخل اللابتوب، فهو واللابتوب ضعيف شويه ما فيحتاج بعض اللودينج. يعني لو مثلا لو ان مثلا خشينا مثلا عندنا هنا، شوفوا هنا هذا شكل واجهه المبنى، واجهه المبنى عندنا ما يعرف بالبيلدينج، وعندنا فلور وروم ديفيشن انت بارتمنت. يعني لو ان انت تبي تبحث، هو عباره عن فلتر تبحث انه اسم المبنى، فتدخل انت عن طريق المبنى او الفلور وكذا كذا كذا. فعندنا مثلا ضغطنا على الاي بي هذا الموجود هنا، او بحثنا الاي بي لكي فتحنا هنا، فتحنا المبنى، عندنا هنا ما يعرف بالهايلايت. هذا طبعا 2D فقط، لتر حنوريكم بعدين حنوريكم 3D، لانه هو يقدر يوريك المبنى 2D and 3D. فهنا 2D، فهنا نشوف مثلا لو ان نبو نشوفه الهايلايت باي لايك، عندنا روم تايب، نضغط على الروم تايب، نشوفوا هنا الروم تايب اللي موجوده في الفلور بلان في رقم في فلور نمبر 2، وهنا كل المعلومات الموجوده. لو ان ضغطنا على الغرفه هذه، لو ضغطنا على الغرفه هذه ونضغط فيو، حنشوف المعلومات الموجوده في الغرفه، وحنشوف رقم الغرفه، الفلور بلين كود، الروم تايب، الروم ديفيشن. فلو ان ضغطنا هنا حنشوف معلومات اكثر واكثر، الاريا حنشوف الروم تايب، الروم كاتيجوري، ديفيشن كود، ديبارتمنت كود، وات ايفر. شوفوا هنا الريكويرمنت، عندنا ثلاث حاجات وهي المهمه اللي المفروض نديرها، يعني بلين كود، فلور كود، روم كود. وهو من هنا الفاسيلتي مانجر يضيف كل المعلومات اللي يحتاجها، وبعدين حنتكلموا كيف نقدر نضيف المعلومات. وهنا عندنا الروم، روم اريا، وعندنا الـ الحد اللي يقدر يتحمله، او عدد الموظفين، عدد الموظفين للغرفه هذه. فعندنا عدد موظف واحد كان يحمل الغرفه هذه، ونقدر احنا نغيره على نوع وحجم الغرفه. عندنا حاجه، عندنا شيء ثاني ما يعرف بالروم، روم ستاندر. هنا روم ستاندر، طبعا هنا لما تجي الليبل تشوف هنا، تشوف الروم ستاندر او ليجند، يعني الكونفرنس لوبي ليجند باي كلر، يعني بحكم عندنا الوان متعدده. فمن هنا تشوف الليبل تعرف شنو هنا، تشي مثلا ديبارتمنت، تضغط على ديبارتمنت بحكم ما عندناش ديبارتمنت، او مش ضاف بحكم هو ديمو، خلينا على الروم كاتيجوري. نشوف نضغط هنا على البورد، تشوفوا الليبل او الروم هايلايتد باي كلر، نعرف شنو نوع الروم كاتيجوري او الروم تايب. هنا عندنا حاجه ثانيه ممكن نوريكم شيء ثاني، اللي هو ممكن نديروا هايلايت باي الموظفين. من هنا نعرفوا قديش موظف عندنا بالهايلايت. شوفوا هنا عندنا عندنا 1 2 3 4 5 كلر. فلما نضغط هنا نشوفوا هنا الكلر. طب هنا هذه الاولى وهو الجراي، يعني الغرفه غير قابله انها تحمل اي موظف. الجرين كلر اللي هو يعني ان الغرفه قابله انها تحمل موظفين ولكنها شاغره اي فاضيه، يعني تقدر تضيف اي موظف تحتاجه انت تضيفه هنا في الغرفه. البلو كلر، اوكي، البلو كلر معناها الغرفه هذه تحمل ثلاثه موظفين لكن موجود اولي وان موظف، يعني موجود موظف واحد، يعني تقدر تضيف موظف اثنين موظفين ثانيين او موظف ثاني. عندنا اليلو كلر اللي هو ان الغرفه هذه فيها ثلاثه موظفين، والليمت بتاعها انت في الغرفه الريدي موجودين ثلاثه موظفين، يعني ما تقدرش تضيف اي موظف ثاني في الغرفه هذه. الريد يلو اللي هي يعني انت الغرفه فيها ثلاثه موظفين لكن موجود اربع موظفين، ومن هنا تقدر تدير مانج للموظفين، تنقل الموظفين للغرف، تختار الغرف ليهم يعني شيء من اي مكان، وات ايفر يعني البرانش نتاعك، يعني مش ضروري يكون في الكانتري، يعني ما يكون عندك برانش في انذر كانتري، يعني انت تقدر تدير المبنى او تدير سبيس مانجمنت. طبعا هذا اهم شيء للسبيس مانجمنت، يعني تقدر. فإن لو احنا خشينا هنا ضغطنا هنا نشوفوا، نعرفوا هنا الموظفين اللي موجودين بالمعلومات. جي تضغط هنا تعرف المعلومات بتاع الموظف، النيم، كود، وين يشتغل الموظف نتاعه، والديفيشن، والديبارتمنت كود او الديبارتمنت اللي تابع هذا الموظف. فهذه معلومات يعني نقدر نتحكموا فيها. خلينا ننتقلوا لل 3D ونوريكم مثال ثاني، وبعدين لو ان فيكم حابين شيء ثاني نوريكم اي شيء ثاني. خلينا نمشوا لل 3D ونوريكم كيف 3D حيكون شكل 3D للمبنى.
نضغط 3D. اوكي فهذه هي فالواجهه كيف ما تشوفها هي متطابقه للواجهه متاع 2D لكن 3D. وعندنا طبعا كده عندنا الفلتر وعندنا البيلدينج وعندنا الفلور. مرات عندك مرات انت عندك رقم الغرفه ما تعرفش رقم الفلور او بيلدينج فتضيفها ويطلعوا لك الغرف جميع الغرف في جميع اللي في جميع المباني اللي انت تديرها على ضوء هذا. فلو مشينا مثلا قلنا احنا ان بي اخذنا ان بي هذا الكود بتاع المبنى ودنا ضغطنا فلتر طلعوا لنا اوكي طلعوا لنا اكيد حيطلع لنا تو الان بي فقط. اوكي هنا طلع لنا الان بي. حنوريكم حاجه انا ما قلتش عليها. لما تضغط هنا حتشوف كم فلور لما تضغط الان بي وتدير فلتر يطلع لك قول لي المبنى. فهنا تشوف البيلدينج تشوف الفلور تشوف الدراونج تشوف الروم اريا طبعا هنا بالفيت وتشوف الروم كاونت تشوف الاوكوبنسي اللي عدد الموظفين والساعه بتاع الموظفين. واكيد عندنا تشوف عدد الروم اللي موجوده في كل فلور يعني في كل مبنى او في كل دور تشوف عدد الغرف. ومن هنا تعرف التوتال نتاع الغرف اللي موجوده في المبنى وهنا تشوف تلقى التوتال اللي موجود في او التوتال اريا المبنى كله. مثلا احنا انتقلنا ضغطنا خلينا نوريكم اوضح لكم الشاشه مشان الغرفه مشان ضغطنا الليفل 2 حيطلع لك المبنى 3D. هنا تشوفوا في المبنى ان شاء الله يكون واضح لكم. طبعا الجراي كلر هي كلها ما يعرف ب الغرف هنا الغرف في نظره هنا البانل كنترول او كيف تتحكم بشكل او توري المبنى بتاعك. فتشوف هنا عندك شيل كول سايد والروم والهيتشباك والكامبينج واللايتنج والحاجات هذه. فلما تضغط روم شوف يختفي الروم وتضغط تفتح تضغط ثاني هنا روم. فانا لو تضغط كور حيفتح لك شكل المبنى كامل. تضغط سايد حيفتح لك كل شيء. ومن هنا تقدر انت تشوف المبنى بتاعك تشوف 3D تقيد دير هنا. فلو ان ضغطنا فتحنا الثاني ضغطنا ثاني وطلعنا فلور ضغطنا على الدور لو ان نبغى مبنى دور ثاني نضغط دور ثاني حيفتح لك دور ثاني ثالث. هذا كل ما تضغط كل ما يفتح لك كل ما تدير كليك يعني يفتح لك دور. ومن هنا تقدر تشوف الفلور لو ان فتحنا الروم هنا فتحنا الروم هنا مثلا الاكيبمنت الموجوده عندك في النيتشر. لو تضغط نحو الروم هنا بتشوف عندك النيتشر تضغط تفتح يطلع لك الدور هنا تضغط تفتح يطلع لك الدور. اكيد عندنا هيتشفاك وعندنا بلامبنج. اف ضغطنا هيتشفاك هنا حيطلع لك هيتشفاك او الميكانيكال موديل حيطلع لك هنا. شوف هنا شوف معي شوف ها هذا الشكل 3D للمبنى. في حاجه ثانيه لو ضغطنا الروم وضغطنا على اي غرفه في 3D وضغطنا كليك ودنا كليك فتطلع لك هنا المعلومات الغرفه فقط. هنا تطلع لك معلومات الغرفه كل المعلومات اللي واخذينها من البيم موديل. طبعا هذه كل المعلومات منتقله من البيم موديل اللي حنوريكم كيف نديروا حنديروا لينك بين رابد اند اتوكاد رابد اند اكيباس. اوكي طبعا هنا عندنا كل المعلومات الموجوده للغرفه. لو نبغوا نعرفوا اكثر معلومات نضغط رايت كليك حنطلعوا الشو روم كونتان حنضغطوا على الغرفة هذه. ومن هنا يطلع لنا المعلومات بتاع الغرفة الموظفين الموجودين في الغرفة الماكينات أو الأدوات. شوفوا هنا عندنا الموجودة في هذه الغرفة والفنيتشر الموجود في هذه الغرفة يعني يوضح لك كل شيء. هذا فقط للروم. لو أنك مشيت للووتر تانك هذا أو ميكانيكال إكيومنت كول ووتر تاور وضغطت عليه حطلع لك المعلومات اللي تحتاجها كلها. حتشوف المعلومات اللي بها حتمشي تاخذ رايت تضغط مثلا تضغط رايت كليك وتشوف مثلا شو مثلا بتدير عندك مشكله في الكول ووتر حتضغط ما يعرف بالكرييت ورك ريكوست وهذا يستخدموا فيه معظم الفاسيلتي مانجمنت. تضغط عليه حيطلع لك المعلومات حيطلع لك الغرفه حيطلع لك اوتوماتيك حيطلع لك نوع المبنى حيطلع لك الدور الغرفه وحيطلع لك التايب بروبلم حيطلع لك انت تضيف هنا التايب بروبلم اللي موجوده ليك انت او اللي تحتاجها للووتر تانك. هنا حتدير ومن هنا وتدير الصم ديسكربشن وتضيف مفروض امتى يعني هنا المده المحدده اللي مفروض يعني انت تعالج به الشكل او المشكله الموجوده هنا وتدير سميشن فيستقبلها السوبرفايزر وهكذا تنطق العمليه. وبعدين حنوريكم البروس يعني اللي موجوده. ف
فهذه بعض مثال بسيط يعني مش ما نقدرش حق نوريكم كل شيء، فهذه بعض الامثله ايش نقدر نديره ب سوفت وير. ولو بعدين عندكم اي كويشن نقدر نرجعوا له. خلينا تو نمشي نكملوا البيلدينج. تو احنا قلنا تكلمنا على الفيرت بلانينج مانجمنت، خلينا نمشوا لما يعرف بالبيلدينج اوبريشن. المشكله الثانيه واللي تواجهنا كفاسيلتي مانجمنت، لان عند هو عباره عن كيف ندير الاف ام او الفاسيلتي مانجمنت، كيف ندير، هي عباره عن عن اداره للمعلومات، وعندنا مجموعه اطراف واطراف متعدده وتصنيفات كثيره للموظفين. يعني لو عندك مشكله في البرينتر، ضروري تتم عن طريق عن طريق حلقه من الموظفين اللي هم الفاسيلتي مانجمنت. هي عباره عن عندك الفاسيلتي مانجمنت ريكوستر، عندك سبتشر، عندك سوبرفايزر، عندك تكنيشن. هذه حلقه دور بيناتهم من اجل وان كومبلين او من وان ريبورت. يعني عندك انت وان ريبورت بتعالج المشكله، فهذه الحلقه ضروري تتم عن طريقهم كتصنيف. ولكل رول يعني ولكل فرد من الموظفين عنده واجبات وعنده مسؤوليات، واللي عنده رولز يعني عن طريق الاكيبارس. وطبعا اكيد عندنا ما يعرف بي بي ام، وهو وعندنا ما يعرف بكوركتيف مانتينس، وكل ولكل واحد عنده رول مصنف تصنيف معين. هو هذا الشيء اللي نحكي عليه، ان لكل فاسيلتي مانجمنت عندهم فلو وورك، يعني عندهم طريقه كيف يديروا بها المبنى. والميزه القويه في اكيباس انك تقدر تدير كاستمايزيشن للسوفت وير نتاعك، تدير تحليل، تدير تضيف اضافات جديده، تلغي اضافات جديده، وتضيفها وتضيف الطريقه اللي انت تفضلها. طبعا تكلمنا عنها، هي عباره هي طريقه كاوبريشن مانجمنت، هو عباره عن بيجيك كومبلين من نفر او من موظف، موظف بيحول عن طريق الهاتف او الايميل او حتى السوفت وير، بينقله للهيلب ديسك. الهيلب ديسك بيدير ريبورت للمشكله هذه، بيبعثها للسوبرفايزر، السوبرفايزر بيبعثها للتكنيشن باش تتم عمليه المعالجه. طبعا هذا كلها عباره عن بيقوم عن طريق ما يعرف في فاسيلتي مانجمنت انفورميشن سيستم. وي دونت يوز اني بيبر اني مور، يعني كلها عباره عن ديجيتال تولز ذات وي يوز، يعني عباره عن سوفت وير من اللاب او من التاب او من الكمبيوتر بتاعك تتم عمليه المعالجه هذه. هنا اوريكم بعضها هنا لو انت تشوفوا فيها واضحه. هنا عباره ما يعرف بكوركتيف مينتيننس او العمليه كيف تتم. يعني عندنا ريبورت كرييت كومبلينت، من هنا يمشي للديسبتشر، الديسبتشر يقيمها شنو هي المشكله ويحللها المشكله، وبعدين يبعثها للسوبرفايزر. السوبرفايزر يشوف هل هو موافق او لا، ومن بعدها يشوف الوقت، وهو الشيء المهم والضروري اللي يحلل السوبرفايزر كم مفروض انك تحتاج من وقت باش ضروري تتم عمليه معالجه هذه المشكله، او المشكله في اي اداه يعني طابعه وات ايفر. لكن في ماكينات ما تحتاجش، ضروري تحتاج لايك ليفت، يعني ضروري ليفت، ضروري في خلال 5 مينت تتم المعالجه، وهو ما يعرف بالاي او تي تايم اور اكستنشن اوف تايم. ضروري يحدد السوبرفايزر باش يبعثها للكلاين، باش يبعثها للتكنيشن او ما يعرف، مانيش عارف شنو نقولوا للتكنيشن احنا، الفني، الرجل الفني اللي المفروض هو يقوم بهذه العمليه. طبعا هنا التايم يربط ما يعرف بالكي بي اي. وطبعا اكيد لو نتكلمنا على الكي بي اي، الكي بي اي شيء كبير وبدوا يستخدموا فيه لتقييم ادائك انت كهيومن، وبدوا يستخدموا فيه البروجكت مانجمنت، فاسيلتي مانجمنت، حتى في البيم اللي حدد لك اداء المبنى، وهو الكي بي اي. الكي بي اي ما عادش يعني كفاسيلتي مانجمنت ما عادش تحتاج يعني 1 يير باش تعرف انك انت الاداء بتاعك جيد او باد او جود. يعني خلال شهر تعرف ان الاداء بتاعك او اداء المانجمنت ككلاين، تعرف من كانك انت كلاين تعرف ان الفاسيلتي مانجمنت اداء ممتاز او ضعيف او كذا وكذا. فالحاجات هذه مرتبطه جدا، والكي بي اي
هذا لو نتكلمنا عليه اكيد حنحتاجه ون ويبينار حنتكلموا عليها وكيف نقيمها كي بي اي للداتا مانجمنت والفاسيلتي مانجمنت وكيف نديروا الكي بي اي للفاسيلتي مانجمنت اند اوبريشن وات ايفر. اوكي تو خليني اوريكم فيديو, انا عندي فيديو ممكن اوريكم الطريقه اللي احنا لمعظم يعني يديروا فيها, فنحاول نشغل لكم الفيديو ان شاء الله تكون واضح. شوفوا فيه الفيديو, يعني شوف فيه الفيديو منيح. طبعا عندنا هذا بيبعث الريكوست اللي عنده مشكله في الهيتشفاك. شوفوا فيه الفيديو. فهنا يبعث الريبورت عن طريق الهاتف طبعا, فالهلب يعني يخش المنظومه يبعث يدير ريبورت ويشوف المكان المكيف او الهيتشفاك من 3D. طبعا هذا 3D بتاع المبنى, عارف المبنى. فهنا يشوف المعلومات الموجودة واللي كلها المتوفرة هاي ويدير ريبورت, يدير كومبلاين أو تقرير, يبعث تقرير للسوبرفايزر ويشوف من يقدر يشوف حتى من 2D ويحدد المشكلة والنوع. طبعا هو ميكانيكال, هو مكيف يعني مكيف المشكلة. فالريبورت يجي للتكنيشن, التكنيشن يجي عن طريق الهاتف, هذا الهاتف او ايباد. فمن هنا يفتح الايباد بتاعه ويشوف المشكله او الريبورت اللي جاء, يفتح يعرف اللوكيشن عن طريق الايباد وينطلق للمكان. طبعا هذه عمليه تتم خلال المفروض تتم خلال 1 اور يعني. من هنا يدخل يشوف المشكلة ويدير كيو ار كود ويعرف المعلومات الموجودة كلها كتكنيشل عن طريق الكيو ار كود, يعرف المعلومات الموجودة كلها ويعرف منها يعالج المشكلة, بعدها يعالج المشكلة ويدير ريبورت ما المشكلة التي كانت وكيف حل المشكلة, وياخذ فوتو ويحملها للسوفتوير باش تبع كتاريخ لي ويعرف شنو اللي حدث يعني. هنا بعد ما يتم حيعطي للموظف او الطرف يوقع وان انتهت المشكله عن طريق الايباد ويروح التكنيشن اللي حاله يعني. ومن هنا تجي المشكله, تجي ان المشكله تجي للسوبرفايزر ان او ان المشكله انحلت ويسكر او يقفل الريبورت. فنرجع للأكيباس. اوكي قبل, لان ما عادش في عندنا وقت كثير يعني, فخلينا نتكلموا على أكيباس بلاتفورم. شنو هو أكيباس اكشلي, كيف يقيم الداتا في أكيباس؟ وي هاف 3 بلاتفورم. واضحه الشاشه؟ هل تشوفوا في الشاشه اوكي عندنا ما يعرف باكيباس ويب سنترال, وعندنا ما يعرف باكيباس مارك لاين, وعندنا اكيباس اكستنشن فور اوتوكاد اند رافيد, وعندنا اكيباس موبايل ابلكيشن. حنوريكم 1 باي 1. هذا ما يعرف بالاكيباس ويب سنترال اللي تكلمنا عليه, يعني انك تقدر تفتح السوفت وير من اي مكان وفي اي وقت يعني. عندنا ما يعرف باكيباس مارك لاين, حنوريه لكم. هو عبارة عن اب تدير بيه لما انت تضيف المعلومات اللي مش موجودة في البيم موديل, لانه اكيد حتواجهك مشكلة ان بعض المعلومات غير متوفرة. اوكي غير متوفرة. اوكي we have one question I think. اوكي
اكيباس سمارت لاين هو عباره عنك انك تعالج البيانات وتدير تعديل للبيانات، وتقدر لما يجيك موديل بموديل وانت تبي تدير تنقل الداتا فتنقلها عن طريق سمارت كلاين. هو عباره عن اب يحدد لك جميع المعلومات والداتا اللي تحتاجها للاف ام، وتقدر تحدد المعلومات هذه وتنقلها لانها معلومات كثيره وهيوج داتا. يعني احنا نتكلم على البيج داتا، فمرات من صعب انك تضيف كل المعلومات عن طريق البي موديل. لو انك وصلت البي بعتولك يعني البي موديل ولقيت ان المعلومات غير كافيه، فانت تعالجها عن طريق سمارت كلاين وتدير لها ابديت باي يوزنج سمارت كلاين. وعندنا ما يعرف بالاكيباس اكستنشن، وهو اللي موجود داخل رافيد. هنا if you look to اكيباس رافيد بول، رافيد تول هير the bar here you can see اكيباس. هنا عندنا اكيباس، عندنا تاب فور اكيباس، وعندنا المعلومات اللي تضيفها او لينك هاو كان لينك اكيباس ويد اكستنشن. فهو هو بلاجين، يعني بلاجين نستخدم داخل رافيد موديل او رافيد سوفت وير، ينقلوا به المعلومات من رافيد تو اكيباس. اوكي، كيف تتم العمليه؟ اوكي، هنا اوكي عندنا ما يعرف بالرافيد، وعندنا هنا ما يعرف بالاكيباس اكستنشن فور رافيد. هنا تعالج البيانات اوكي ما يعرف بيدير لينك، يعني تربط المعلومات عن طريق اكيباس اكستنشن، وبعدها تنتقل من رافيد موديل تنتقل لسمارت كلاين اكستنشن، ومن سمارت كلاين اكستنشن تنتقل لاكيباس. فسمارت كلاين اكستنشن هو اللي يدير لك فاليديشن للداتا، يقيم لك الداتا، يعالج لك الداتا، ويدير لك اديتيشن لو انك بتضيف اي معلومات، فمن هنا قبل ما تنقلها للويب. فهذه الحلقه متكامله، فيجب ان تقام، وكلهم عن طريق مرتبطين باي انتجريشن باي اي بي اي. يعني انت ما تديش اي شيء مانوال او تنقل داتا خارجيه، هي عباره عن لينك او انتجريشن باي يوزنج اي بي اي عن طريق السوفت وير، وتنتقل الداتا. وهي من الميزات القويه الموجوده في اكيباس، انك ما عادش تحتاج اني اكسل فايل او اي معلومات بتحتاجها عن طريق، هي عباره عن تنقل عن يعني عن طريق وان كليك تنقل المعلومات اللي تحتاجها. اوكي، هنا نجوا لي كلاسيفيكيشن اوف رافيد ان اكيباس. خلينا نتكلموا عارفين كيف ما عارفين ان رافيد وي هاف، يعني عندنا كاتيجوري، عندنا فاميلي، عندنا تايب. لكن اكيباس بيكوز we look to information more than geometry bar, we look to parameter in akibas. يعني يشوف للبارامتر وما يشوفش للتايب او فاميلي، لان انتباه متاع المعلومات والداتا. يعني عندنا ما يعرف بالتايب، عندنا الروم، عندنا الكيومن اللي تحتها رافيد كاتيجوري لايك ميكانيكال دور وات ايفر، هذه كلها الكاتيجوري تحت الرافيد كاتيجوري. وبعدها عندنا ما يعرف بالبارامتر، يعني اكيباس ينقل حاجتين، ينقل جيومتري اند ينقل بارامتر، والحاجتين متفرقتين. يعني هو ينقل الداتا قبل وبعدين ينقل شكل المود، وحنوريكم كيف ينقل يعني شكل المود. يعني before we link we have to transfer data from Rabbit to Akibas by for in Rabbit parameter. After that we can go to Geometry by using publish. Okay. توا حنوريكم مثال بسيط جدا كيف ننقله الموديل هذا لأكيباس. Okay. عندنا الموديل هذا. Okay. عندنا الموديل هذا. هو عبارة عن 3D موديل. دورين. اوكي عندنا اكيباس اكستنشن هير. ان اكيباس اكستنشن وي هاف وات دي كول، عندنا ساين ان. لازم البروجكت اف يو كليك اون ساين ان وي هاف، عندنا النيم، عندنا البروجكت، عندنا اليوزر نيم، وعندنا الباسورد. البروجكت واليوزر نيم والباسورد ضروري يكونوا ايكوال، يعني يكونوا ايكوال ان سمارت كلاين، بيكوز حتى سمارت كلاين عندنا الحاجات هذه، عندنا البروجكت وعندنا التعريف البروجكت واليوزر نيم والباسورد وفي سمارت كلاين، وعندنا ما
في ويب سنترال. الاشياء الثلاثه هذه يعني ضروري تكون ايكوال، يعني ما نجيش نضيف البروجكت بتاعنا او الموديل بتاعنا ان ديفرنت بروجكت اون اور ديفرنت يوزر نيم. فخلينا ننقل واحده بواحده. عندنا المبنى هذا، نغير النيم بتاعه. اوكي خلنا نحفظوه اسم ثاني باش مثلا نقولوا بيم ريبيا. اوكي حفظنا، طبعا حفظنا الموديل هذا في اكيباس سوفت وير. طبعا عندنا باث او لينك ضروري الفايل يكون موجود غادي، طبعا باش نتكلم عن حاجات تقنيه لانها تطول بتعطل علينا. عندنا فروم هنا نجي ناخذ ساين ان ندخله، عندنا اتش كيو وعندنا الاف ام وعندنا باسورد نضغطه. لما نضغطه هنا نشوفوا ان البروبرتيز هي كانت، شوف هنا كان كتالوج نوت اكتف، لكن البروبرتيز كانت نوت اكتف. لكن كيف نخلي كتالوج؟ عندنا حاجتين مهمات في اكيباس، عندنا كتالوج وعندنا بابليش 2 دي اور بابليش 3 دي. كتالوج هو اللي نقل المعلومات، كانت معلومات للروم او الاكيوبمنت لنقل المعلومات لاكيباس. ببلش لنقل جيومتري بارت، يعني لنقل 3 دي اند 2 دي. خلينا نجو البروبرتيز. لو ضغطنا بروبرتيز هنا وضغطنا وشفنا هنا يجينا ما يعرف بالبيلدينج ويعرف بالفلور. هنا لو ضغطنا على البرانش هنا تو اد نيو، هنا نعرف ما يعرف بالبيلدينج كود اند بيلدينج نيم. مثلا نختاروا داتا، طبعا البيلدينج نيم والبيلدينج كود هذا تبع الكلاين، هو اللي يحدد المعلومات هذه فور الاف ام، يعني انت الكلاين يحدد لك المعلومات هذه. فمثلا نختاروا نقولوا بيم اي، هذا البيلدينج كود. ونقولوا نجيو نقولوا احنا بيم البيلدينج نيم هو بيم اريبيا، هذا البيلدينج نيم. ضغطنا اوكي، هنا نختاروا البيلدينج كود. احنا في الليفل 2 كيف ما شايفين هنا، ناخذوا نضغطوا هذا ونضغطوا على نختاروا الفلور كود. طبعا احنا في ليفل 1 ممكن نختاروا اي كود، ممكن نختاروا ال1 اور ميبي نختاروا ال1، والنيم ممكن نديروا الليفل 01. اوكي ليفل 1 هنا. طبعا هنا نختاروا اليونت، الوحدات اللي نحتاجها، ممكن نختاروا الماتريك او نختاروا الانش. لو قلنا نبغى الانش نختاروا الامبري، ونخش الماتريك نختاروا الماتريك ونختاروا ام ام دات 1 نوت ماتر وات ايفر وكليك اوكي. طبعا بعد ما نضغط اوكي هنا شوف ان التول او البوتم فور اكيباس ويل بي اكتف هير. اوكي ها هنا شوفوا الكتالوج ريدي بي اكتف، يعني نقدر نضغطه. فهنا اف وي كليك اول and we click filter if we go for room، شوفوا قديش عندنا غرفة هنا. هنا عندنا عدد الغرف 6 يعني. فلو مشينا الكتالوج وضغطنا، لما نضغط على click on catalog نلقوا type، نضغط على type في عندنا نوعين في equipment and room. احنا بنختار room لان لما بنديروا كتالوج ضروري نديروا كتالوج للروم فقط، بعدين نختاروا الاكيومنت ونضغطوا الاكيومنت. حنوريكم مثال روم احنا في كرنت فيو، ونديروا كرنت فيو. هنا انقلنا ريدي وي كاتالوج اول ذا انفورميشن فور روم للغرف الموجوده في ليفل 01. لو رجعنا لاكيبارس لسمارت كلاين ودرنا ساين ان ودخلنا بالسيم بروجكت يوزر نيم درنا اوكي ومشينا للغرف بشكل سريع ورينا الغرف، هنا شوفوا بيلدينج كود فلور كود، نشوفوا البيانات الموجوده ريدي في المبنى. احنا مبنانا بيم ام 1، هذه المعلومات الموجوده. قديش عندنا غرفه؟ هنا عندنا 6 غرف، وهذا الفلور كود اللي هو ال1، وهذا الروم كود اللي هو رقم الغرف. طبعا نقدروا نضيفه، طبعا هذه المعلومات
اللي نقدر نضيفها او ننقلها من البي موديل. طبعا هذه كلها المعلومات او البارامتر الموجوده في البي موديل، فضروري نضيفها او نقيمه او نختاره شن نبو. نح لو نختارنا روم اريا او نمشي للروم نيم ونضغط نختار الروم اريا والروم اريا وهنا نضغط اوكي يعني يورينا الروم نيم اند روم اريا للغرف. طبعا هنا عندنا روم كاتيجوري وروم تايب وروم ستاند وديفيشن كود وديفيشن ديبارتمنت كود غير فاضيه لان لا يوجد عندنا معلومات موجوده في الغرف هذه. مثلا لو ضغطنا على الروم هذه تشوفوا كيف ما تشوفوا هنا عندنا نمبر عندنا نيم عندنا ما عندناش روم كاتيجوري لهنا فاضيه هنا. انت عندك حلين، يا اما تضيف المعلومات هنا وتدير كتالوج وتنقلها او تمشي سمارت كلاين وتضيف المعلومات هنا يعني هذا اب تو يو يعني. نجيو لحاجه ثانيه، نجيو لو ان نبغى نديروا كتالوج مثلا نديروا كتالوج او نضيفه للليفل 2 فنرجعوا هنا لو ضغطنا على البروبرتي كيف ما تشوفوا هنا ريدي بيلدينج ريدي موجود الرقم البيلدينج لان وي هاف ذا the model we didn't go for another model we use the same model we go for floor يعني نضيفه floor code اللي هو 02 whatever or maybe we can use L2 we go for level 02 ونضيفه okay ونضيفه okay 02 L2 خلوه 02 باش نحدد نوضحوكم الفرق. بعدين عندنا هنا ليفل 02 اوكي تن كليك اوكي هنا افتر وي كليك اوكي ذن ويل بي اكتف ناو وي كان كتالوج ذا روم. هنا نقدر نضيف الروم او ننقل الروم لاكيباس تن كليك اوكي نرجع للسمارت كلاين لتحقق المعلومات وندير ريفرش سو وي كان سي ها شوفوا هنا الفرق يعني شوفوا الفرق بين فلور كود لان احنا عندنا 02 فور ليفل ثاني للدور الثاني اند ال1 فور ليفل 1 وهذا شيء يختلف وهذا عندنا المعلومات كلها يعني انت كيف ما تضيف المعلومات حتكون ليك يعني وتقدر تتحكم في كل المعلومات اللي تحب تديرها. طبعا بيلدينج كود وفلور كود دي ار برايمري كي ما تقدرش تغيرهم لانك انت ضفتهم ولو انك تبي تغيرهم تبي تعاود من جديد يعني فهذه معلومات. نجو نضيفوا شيء جديد مثلا نجو نديروا كتالوج للاكيومنت بعض الاكيومنت مثلا نختاروا شو عندنا من اكيومنت عندنا بلمبنج فيكتشر وعندنا ميكانيكال فيكتشر مثلا نختاروا بلمبنج فيكتشر ونديروا كتالوج نضيفوا اول بلمبنج فيكتشر هير هنا ضفنا كتالوج عندنا 9 يعني 9 من بلمبنج فيكتشر. اف نرجعوا لل فلتر ونشيك قديش عندنا هنا plumbing fixture عندنا 12 أكيد عندنا اختفاء الاثنين ونضيفه ونديره كتالوج ثاني أوكي 9 نجو نرجعه نشوفوا الكيوم اللي ضفناها توا طبعا نجو اكيو عندنا بيلدينج كود نجو البيلدينج كود هنا بي اي ام اي فعندنا عدد البلمبنج فيكشر اللي دبنا لهم كتالوج فطبعا عندنا المعلومات طبعا كل المعلومات بحكم فشوفوا هنا عندنا اكيومن كود وعندنا اكيومن سلندر اف وي جو باك تو رابد مودل علاش اكيومن سلندر فاضي لان مرات لان ما عندناش المعلومات اكيومن سلندر عندنا اولي اكيومن كود وهذا اللي يحدد اول بريمريتي اللي يحدد نوع او الرقم الاكيومن كود والاكيومن سلندر اللي هو يحدد نوع الاكيومن اول بريمريتي بيكتشر. ومن هنا نقدروا بعد ما نضيف البيانات نقدروا نجو ناو نجو لمرحله اضافه الببلش اور الجيومتري بارت. كيف نديروا نجو مثلا طبعا لما بنديروا ببلش اكيد نبغوا نلغوا بعض المعلومات اللي مش نحتاجها او اللي ما نبغوهاش تو شو ان اور اكيبار سوفت وير ذن وي كليك اول وي ريموف اول ذا دايمنشن
نحو الديمنشن ونختاروا هنا الكاتيجوري ذات اللي نبغاها في ال 2D فقط. متى نحتاج الدور بلمبينج فيكتشر بلمبينج فيكتشر ميكانيكال اكيومنت نختاروا يعني. وهذا يرجع للفاسيلتي مانجمنت او ريكويرمنت اوف فاسيلتي مانجمنت الوول الروم ونديروا كليك ومن هنا نقدر نديروا بابليش. هنا نضغطوا بابليش كليك اون بابليش نديروا كليك اون بابليش 2 دي يعني جاست وان كليك يعني المشكله مش كبيره. المشكله كيف تتحكم في المعلومات والبيانات then done ونديروا بابليش 3 دي للموديل. نفتح 3 دي موديل نضغط بابليش 3 دي نضغط بابليش 3 دي نشوف المعلومات اوكي 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 جاست بابليش 3 دي then maybe will take like على اعتقد انه حياخذ هلبه بعض الوقت مش حياخذ هلبه. لو ان المبنى كبير ومعلومات كبيره حياخذ اكثر وقت وهذا تمينا توا. فنرجع للويب سنتر جنجو اف ام رجعنا للبيم اكيباس then we go for نشوف المبنى بتاعنا اوكي شوفوا 2 دي قبل بعض المرات يحتاج وقت اوكي. طبعا نمشوا للمبنى بتاعنا بحكم اننا عارفين رقم المبنى اللي هو الكود او الكود المبنى بي اي ام نضغط فلتر حنشوفوا من هنا نشوفوا كم عندنا هنا كم عند التوتال اريا عندنا دورين او 8 دور عندنا عدد الغرف هنا عدد الغرف because we publish or we catalog only two floor هنا total area if we click on level one هنا شوف المبنى لو انك بتضيف البيانات شوف هنا وريكم حاجه قبل ما ننتقل للكومن هنا if we click one by one to show all the layer like AutoCAD هنا يعني كيف AutoCAD to show all the layer هنا تشوف if we have here we have room If you click room, we show the room. But if you click on label of room, تشوف يعني رقم الغرف. من رقم الغرف. هنا تضغط على واحدة وتضغط view أو click on view room. تشوف المعلومات اللي موجودة في هذه الغرفة. طبعا كيف ما قلنا. نجو. في شيء نبي نوريه لكم هنا. أو عندنا equipment. ضغطنا على equipment. أوكي. لما شوف هنا. هنا عندنا دور. هذا الدور الابواب لكن كيف ما تتذكروا احنا درنا كتالوج لبلمبينج فيكتشر فقط هذا ليش لما نضغط للاكيومنت يطلعون بلمبينج فيكتشر ولما نضغط على الليبل اوف اكيومنت يطلع لنا الاكيومنت كود للبلمبينج فيكتشر فقط ليش لان درنا كتالوج او قلنا المعلومات بتاع بلمبينج فيكتشر فقط الجيومتري حننقل كل المعلومات او الشكل بس اون جيومتري لان درنا بابلش لكل المبنى وخفينا بعض الكاتيجوري فاظهرنا اولي الدور ان ميكانيكا اند بلمبينج فيكتشر لكن عندنا بلمبينج فيكتشر وي كاتالوج بلمبينج فيكتشر وي كاتالوج بلمبينج ويش مين وي ترانسفير ذا انفورميشن ذات واي وي هاف هير يعني هنا نشوفوا the label of equipment only for plumbing fixture. We don't have here for door. That one. من هنا نقدر نتحكموا كفاسيلتي مانجمنت نتحكموا شنو المعلومات اللي نحتاجها، شو المعلومات او الكاتيجوري اللي موجوده في رافت اللي نحتاجها خلال فاسيلتي مانجمنت. هذا شيء. ثاني شيء نمشوا لي او نذهب الى ما يعرف ب 3D. 3D Navigator
Okay, after that we click on, I think, okay, we click on our building code beam. أو ممكن نذهب وروح للروم كود. If we click that one, then we go for floor filter. موريك طريقة تانية كيف تبحث. عندنا ما يعرف من جميع المباني اللي فيها الغرفة رقم 111. Building code from here we can know our building code at beam A. Then we click only on beam. يعني نضغط على beam. هنا دلنا فلتر يعني. فهنا ممكن نديره clear. اوكي نجو للثاني بيم ام 1 كليك. عندنا دورين هنا. فتحنا هذا المبنى بتاعنا اللي ضفناه فنفتحه ندير كليك لكل الاشكال اللي عندنا باش نشوفوا المبنى كامل. هنا عندنا المبنى طبعا اكيد عندنا دور فنضغط على الدور ونقدر نكليك دور. هذه روم شوفوا كيف يعني يشتغل. هذه فينيتشر if we have any فينيتشر. عندنا حاجة تانية اللي هو الهيتشفاك أو الميكانيكال. وعندنا بلمبينج if we click here and take the room نقدر نشوفوا الميكانيكال and البلمبينج picture for المبنى هذا يعني فقط. وهذه الطريقة اللي يتم ومن هنا يتم عملية checking the model in 3D navigator. اوكي آخر شيء قبل ما نروحه لموضوع الكويشن لا أعتقد أن في وقت أني حوريكم الـ how we can tracking COVID-19 أن أكيباط they have what they call عندهم ما يعرف بـ environmental and risk management. لو مشينا لهذا الابليكيشن وضغطنا عليه عندنا مجموعة أبليكيشن. هذه الأبليكيشن كلها تقدر تدير المبنى ومنها كيف ما تشوفوا we have many applications. We have clean building, we have waste management, we have energy management, we have green building. من هنا if we go if we click on the green building نقدر نديروا track ل our building green building. هنا تشوفوا المباني اللي عندنا اللي مصنفة ك green building. لو ضغطنا على أي مبنى هنا نعرف التصنيف متاعها شن نوع التصنيف الدرجة اللي نتحصل عليها الكريدت كل شيء. فكيف ما تشوفوا يعني إنكم تقدروا تديروا تقييم للمبنى متاعكم by using Akibas يعني Green Building. هذا one application فقط. We have energy management يعني حتى energy management لو إنك تبي تشوف او تدير المانجمنت بتاع البيلدينج عن طريق الانرجي مانجمنت ابلكيشن فتعرف تكاليف الكهرباء تكاليف الفواتير الكهرباء المياه الغاز النفط وات ايفر يو هاف يعني تقدر تديرها. هنا بوريكم مثال يعني اوكي عندنا يوتيليتي اناليسيس يعني تدير تطلع تقدر تطلع بريبورت للكلاين بتاعك. من هنا عندنا هذا الكهرباء هذا الغاز الطبيعي هذا هيتينج اويل اللي يستخدم في تدفئة وهذا عندك الوتر. لو ضغطنا على الالكتريكال هنا نشوفوا المباني عندك هنا نشوفوا استخدامك للمباني للكهرباء من خلال الشهر من خلال العام تقدر تعالج تقدر تقيم تعطي ريبورت مدى استخدام في الكهرباء للفواتير الكهربائية أم تدفع التأخيرات. كل الأشياء اللي تحتاجها موجودة هنا يعني أنا ما نقدرش نحط كل الأشياء لكن مهما تخيل تحتاج كل شيء موجود في الانرجي مانجمنت ووتر الكتريسيتي وات ايفر. عندنا شيء ثاني اللي هو ما يعرف ب environmental health and safety. هذا هو اللي استخدمناه تو حاليا نستخدم في معظم الكلاين في كوفيد 19 او كورونا فايروس لتحديد او تحديد الموظفين اللي عندهم المشكله
وتحليلها وابعاد ريبورت وتقييم الموضوع تقييم مبنى. فلو نضغطنا على انتيكيت ريبورت نضغطه هنا, فهنا لو نضغطوا على التايب نمشي ونضغطوا على التايب او كليك اون ذا تايب تلقى ما يعرف بكوفيد 19 كورونا فايروس, تقدر تضغط عليه وتضيف اسم الموظف اللي فيه عنده مشكلة او عنده أيوة. طبعا هي عملية طويلة مش معقدة لكن طويلة, فما نديش نضيفها لكم كلها, لكن هنا نقدر نضيفه نعرف من الموظفين اللي جتهم المشكلة من اللي مصاب بفيروس كورونا, ونحدد المبنى ونحدد الديبارتمنت بتاعه ونحدد اللوكيشن بتاعه ونحدد الغرفة الموجود فيها هو, باش نبعته الكلينر نبعته يديروا عملية تطهير المبنى تطهير المعد, ونديروا كونكشن بأول الستاف أو كل الموظفين اللي داروا علاقة أو داروا اتصال مع هذا الموظف من خلال من هنا, ونتصلوا بهم ونشوفوا الحالة متاحة ونبعثوا ريبورت للغوفرمنت. والحاجات هذه كلها يعني تتم عن طريق سوفتوير يعني من بعيد, يعني ما تحتاج أنك أنت تحدد المكان وحاجات هيا وتشوف المعلومات وتتصل به, وهذه كلها عن طريق أكيبرس. يعني في حاجات كثيره ما نقدرش انا نشرحها لكم لضيق الوقت, وان شاء الله حتكون في محاضرات ثانيه, وحتكون في لو انتم عندكم اي طلبات اخرى تحبوا نشرحها لكم, تحبوا تشوفوها تعمقوا فيها اكثر. الريكويرمنت اكشلي نتكلم على الريكويرمنت نتاع البيم لل اف ام, وكيف نطلع بموديل كان بي كواليفاي for FM or LED 500. فهذه كل المشاكل نقدر نغطيها في ويبينار ثاني. وكان في اي question ممكن تعطوه لي الحال. Thank you for your time. انا عطلت عليكم ممكن 2 hour ready. دكتور عمر جزاكم الله كل خير يا باشمهندس مهندس احمد دوت مع سؤال. اوكي اتفضل. السلام عليكم. الله يعطيك العافية دكتور محمد, بارك الله فيك على المحاضرة الشيقة. بارك جميعا إن شاء الله. بارك فيك. الله يسلمك يا سيدي. يعني أنا جديد شوي في الموضوع, يا ريت شوي تستحملني. لا ولا يهمك. الله يبارك فيك. الله يسلمك يا سيدي. واحد جديد بديان شوي بالنصري, بس كان عندي شوية استفسارات. يعني قريت شوي أنا عن الفاسيليتي مانجمنت مع البيم, واللي ما شفته بالمحاضرة هو الكوبي الكونسبشن أوبريشن بيلدينج انفورميشن اكسشنج. يعني هل نحن تخطيناها؟ لأني أنت كنت راح تشرح عن البروغرام وما صار فيه اكسبورت للانفورميشن. صحيح. هذه من الحاجات الممتازة في أكيبارس, إن ما عادش نحتاجه لحاجة ما يعرف بالكوبي فورمات أبدا, بل نستخدمه في الأكيبارس لتوفير هذه الفورمات. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني والشيء القوي جدا جدا جدا, إحنا تكلمنا على مدى صحة البيانات اللي مفروض تكون في البيم موديل. أكيبارس يدير لك فيليديشن للداتا اللي موجودة قبل ما تنقلها للويب سنتر. يعني لان كوبي فورمات عاده عندنا مشاكل كثير اللي صحه مكان المعلومات او دقه المعلومات في اللوكيشن, يعني الغرف المكان مثلا تشير وين المفروض يكون, فحاجات هي تاثر على الفاسيليتي مانجمنت. لو ان انت نقلت معلومه من ناحيه اللوكيشن او اي معلومه اخرى نقلتها من الرابط موديل او من اي بي موديل لاي سوفت وير وما درتش فاليديشن, ما درتش تحقيق للشيء هذا, والتحقيق انا نحكي لك تحقيق صعب جدا جدا جدا, لان نحن نتكلم على 100 and 100 اكيومنت, يعني صعب جدا الفاسيليتي مانجمنت يروح يدور على كل اداه في المبنى ويشيك بين الموديل ويشيك بين السوفت وير اللي عنده او المعلومات الموجودة اللي عنده. مرات ما يقدرش يعرف الشيء الغلط إلا بعد 5 years, يعني إلا ما يوصل للشيء هذا صار فيه مشكلة, فهو التكنيشي يبعثه التكنيشي أو يبعثه الفني فما يلقاش الشيء غادي فيرجع للفاسيليتي مانجمنت. فالحاجات هذه من العيوب اللي موجودة في الكوبي فورمات, إن ما فيش فاليديشن قوي, فهمت, للتحقيق أو لتحقيق
مدى صحة المعلومات. Akibas by using the extension smart and smart client هو بداته يعمل للتحقيق. كيف يعمل للتحقيق؟ أنا أوريك مثال. نوريك مثال كيف يعمل تحقيق. أوكي، عندنا الغرفة هذه، عندنا الشيء هذا هو الميكانيكال إكيومنت. أوكي، وهو كول يونت. أوكي، في البارامتر هنا عندنا ليفل 1. أوكي، ليفل 1، وعندنا رقم البيلدينج كود اللي هو حددناه من نوع الواحد. لو إنك أنت غيرت لليفل 2 فانتقل إلى ليفل 2، لكن بعض بحكم هو ميكانيك، خلنا ناخذ مثال ما يتحولش. اوكي، اوكي، خلينا هذا اللوكيشن، الاكشن لوكيشن وين هنا موجود؟ موجود في الليفل 1. شوف، موجود في الليفل 1. اوكي، لكن اوكي، لكن لما نجول بارامتر المعلومات، نجول المعلومات هنا في البارامتر عندنا ليفل 2. اوكي، لما تدير كتالوج للشيء هذا فأكيباس مش حيقدر، حيعطيك ايرور، يعطيك بوب اب يقول لك في شيء غلط للمعلومات. الشيء هذا مش حيحدد لك نوع الغلط، لكن حدد لك ان في شيء غلط، فانت ترجع للشيء هذا ويحدد لك ان هو Akibas how he read the information. Akibas read the information based on the floor plan. يعني Akibas لما تدير انت كتالوج، لما تضغط على Akibas، انا اوريكم لما تدير كتالوج وين ايش هنا. اوكي، لما تدير كتالوج هنا وتدير اكيومنت وتمشي للشيء هذا ويقرأ يعني من الأول يبدأ يقرأ ويعرف قديش فيه موجود مثلا شيء من mechanical equipment أو whatever here، هو موجود في level 1 based on the floor plan، لكن البارامتر موجود في level الثاني. هنا يعطيك top up ويقول لك لا في شيء غلط ضروري تراجع. فأكيباس يدير validation للداتا متاعك الموجودة based on the parameter in your project or your object and the information that you give to Akibas. Because Akibas here we have level 1. هنا عندنا we go to parameter عندنا level 1. Okay. لكن عندنا here level 2. يعني عندك مشكلة فهو قوي جدا في موضوع validation data يعني. ما عادش تحتاج any copy format يعني. طيب الله يعطيك العافيه، كويس. معناته هون نقلتني هلا للسؤال الثاني، سامحني. طيب شو معناته هلا بدي انا اعمل او اعطي هالمعلومه هاي بالبيم بروتوكول تبعي او بال اكسشينج انفورميشن ريكويرمنتس او الامبلوير؟ معناته هيك لازم انا اسمي البروجرام حقك بفتره ببدايه الكونتراكت. أكيد هذا شيء مهم جدا، لو هو مفروض يعني يكون في الكونتراكت، يعني لأن من التندر يعني مفروض يحددوا نوع السوفت وير بتشتغل. يعني كيف ما أنت تحدد نوع الرافيت أو الفيرجن تستخدمها في البيم اكسكيوشن بلان، يعني ضروري تحدد حاجتها هي. فحتى في الفاسيلتي مانجمنت ضروري تحدد السوفت وير اللي تبي تحتاجه، وتحدد الداتا ميجريشن هاو كان بي دو ذا بروتوكول فور داتا ميجريشن بين بيم موديل اند Akibas او اني تول، يعني مش ضروري Akibas. والشيء المهم ضروري يكون في كونسلتنت يشتغل معك، كونسلتنت فور اف ام يشتغل من البدايه في الفاسيلتي مانجمنت. نعم، الله يعطيك العافيه، شكرا جزيلا. ولا يهمك حبيبي. ألف شكرا باشمهندس محمد. في أي حد عنده أسئلة؟ ما شاء الله الموضوع كان واضح جدا، وحضرتك سهلته كتير جدا رغم أنه موضوع جديد، يعني أول مرة نتكلم فيه وأول مرة يعني نتناقش باللغة العربية، فجزاكم كل خير. وعزيزي أنا حاولت إني حتى أنا أول مرة باللغة العربية حاولت إني أشكل إلى نغطي جميع النقاط، يعني المفروض الله يكرمك. الله يكرمك دكتور محمد، الله يكرمك.
جزاكم الله كل خير، واحنا اسفين ان احنا سهرناكم النهارده، وجزاكم الله كل خير يا باشمهندس، وان شاء الله يعني لينا لقاءات جايه باذن الله. الله يكرمك اكيد خلص. يعني وانتم عندكم الواحد لو قلنا اي شيء يعني انا يو ار ويلكم يعني فور اني كويشن لكل الحاضرين لترون يعني الله يكرمك يعني اني مشكله يعني بروبلم يعني اني معلومه تبي تحتاجها يو ار ويلكم يعني. الله يكرمك استاذنا، جزاكم الله كل خير، الف شكر حضرتك. الله يكرمك. يا رب يا عم. في واحد هنا من لحظه يا في العمر في سؤال لحضرتك، هل توجد شهادات في هذا المجال او مراجع للتعمق؟ من اي ناحيه توجد شهادات؟ سوفت وير او الفاسيلتي مانجمنت؟ الفاسيلتي مانجمنت بالعاده هم في اكيد في جميع الشهايد وهي تحت نظام الايزو يعني اكيد في شهايد اللي تصنف يعني من اقوى الانترناشنال يعني فاهم، لكن بالتحديد للاف ام فيه كيف ممكن نقوله نحن في سوفت وير في ISO 14000 ليه يعني حوالي اكثر من عام كيف اوريدي داروا له ببلش يعني ممكن تحاول انك ترجع له وتغطي. بالنسبه للبيم الكولابريشن او اللينك بين فاسيلتي مانجمنت اند وهذه من مشاكل كثير يعني اللي واجهتنا نحن ان ما فيش ستاندر واضح تحديدا البيم او الاي جي 500. حتى عندنا احنا عارفين الاي اي ذات وان فروم USA وعندنا البيم فورم اللي هو اللي حدد الحاجات هي بط هي عباره عن تحديدا البيم فورم هي عباره عن ريبورت مجموعه من الاكسبرت هم تجمعوا داروه في جميع الاحوال في اجيومن حتى الايزو انترناشونال ستاندر نيو ستاندر فور بيم اللي تحت بريتش ستاندر واللي بيكم يعني بيكم انترناشونال ستاندر قاعدين مغطوش موضوع الفاسيلتي مانجمنت قاعدين في الحال في موضوع الديزاين والكونستراكشن حاليا. ممكن توضح تكليف التشغيل اوكي انا ممكن اعطيكم مثال بسيط انا ما اقدرش يعني هو التكاليف اكيد تكاليف كبيره يعني بانه بحكم هي 80% نعطيك مثال بسيط جدا اللي هو سبيس مانجمنت. لو انك انت ما درتش عمليه دقيقه للسبيس مانجمنت ان بلان ديزاين او بلان ستيج او ديزاين ستيج وهذه من المشاكل اللي يحتاجها اللي موجوده يعني ان في تكون عندك زياده في الاريا في البيلدينج وهذا الشيء يعتبر خطير للفاسيلتي مانجمنت لما تكون عندك انت زياده في الاريا مختلفه على الكونتراكت لان يعني معظم الكونتراكت يحاول يحبل انه يزيد الاريا فبتكلفك الشيء هذا. لو انك انت مداير غرفه يعني 3 في 3 متر يعني لموظف واحد يعني لو انك درتها 4 في 4 حتكون زياده تكلفه من ناحيه كيف زياده تكلفه انت الغرفه هذه محددها في الديزاين حتكون لموظف واحد ولما تديرها 4 في 4 متر مش محتاجه تكون 4 في 4 متر لان حتكون كبيره عليه. هذا اول شيء حتكلفك من ناحيه تنظيف الغرف ومن ناحيه انا ما احكيش مع مرحله ديزاين او كونستراكشن والتكلفه اللي بتحدث خلال زياده الامتار هذا ما نحكيش على الشيء هذا نحكي ما بعد الكونستراكشن حتكون زياده حتكون في زياده في مرحله الديزاين والكونستراكشن تحديدا الكونستراكشن لما تكون في عدد زياده امتار نحكي لك لكن نحكي لك ما بعد الكونستراكشن يكون في تكلفه. كيف التكلفه حتكون؟ حتحتاج لامب او احنا نقولوا ضوء كثير يعني الفور متر لان الحاجات هذه كلها تحدد بس اون ذا سبيس مانجمنت حتزيد من عمليه زيادة الكهرباء حتزيد من عملية تشطيب الفلور أو الفينيشينج فلور والتنظيف فينيشينج فلور حتزيد من زيادة تكلفة الكهرباء لأن 3 في 3 متر سنتيمتر اللي يحتاجه مكيف 8 قوته 8 لما أنت تدير 4 to 4 تحتاج مكيف قوته 12 سي سي فالحاجات هي حتكلفك لان الحاجات هذه عباره عن ستاندر فالحاجات هي حتكلفك في مرحله تشغيل
حتكلفك في مرحلة التشغيل، مش حتكلفك في العام الأول، حتكلفك العام الثاني الثالث الرابع وات ايفر. فالحاجة الدقيقة البسيطة هذه اللي احنا يعني قاعدين مش واصلين مرحلة تنفيذها حتكلف الكلاين أكثر وأكثر يعني. هذا الشيء يعني. الشيء الثاني، هذا السؤال الثاني واضحة أعتقد، أنا ما نقدرش يعني حدد ال، فأعطيتك مثال يعني كيف التكلفة حتكون زيادة يعني لو أنك استخدمتش البيم. مش بخيانة وش تشغيل، إنه لو أنك مثلا خديت مكيف كيف ما قلنا لغرفة 8 وات، المكيف حيشتغل كتير، حيحتاج صيانة كتير، مثلا لو غرفة 4 في 4 متر، ولهذا المفروض تحبط أن تستخدم 12 وات، ولهذا حتزيد تكلفة الكهرباء لك. Actually هل باي ماكسيمو، هم طبعا عندنا IBM ماكسيمو وعندنا ده كوبي شيت، وهل أكيباس بيخدموا على البرامج؟ مش واضح الكويشن يا أسامة الحقيقة. أنا شو السلام؟ أنا حضرتك حابب تسأل؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شو السلام؟ أنا إزيك يا باشمهندس، جزاكم الله خيرا على المحاضرة الجميلة. أنا بس عندي استفسار، في برنامج اسمه IBM ماكسيمو، ده بقدر عليه الكوبي شيت وبقدر أعمل عليه الشغل بتاع 7 دي بتاعي لو حضرتك سمعت عنه. فأنا بس أنا كنت بسأل، بس هو يعني مثلا في فرق بينه كبير بينه وبين برنامج أركيباس، دي حاجة. الحاجة الثانية، هل في لينك ما بينهم مثلا، أو ممكن يخدموا على بعض في نقاط معينة؟ بس هو ده سؤالي. أوكي. طبعا هو الـ IBM يعتبر من IBM ماكسيمو يعتبر من الفاسيليتي مانجمنت تول. تمام. في فرق، في فرق كبير جدا، لان الـ IBM يحتاج على ما اظن يحتاج كوبي شيت لنقل المعلومات. أكيباس عباره عن انتجريشن باي يوزنج اي بي اي ويدير فاليديشن. هذا الشيء والشيء الخطير والمهم يعني اللي تواجه المشاكل، اللي يخلق اللي يفرق بين أكيباس، ان أكيباس قوي جدا في المانجمنت، فاسيليتي مانجمنت، يعني كيف تدير اني صيانه، يعني انت اي شيء تحتاجه فيه مانجمنت موجوده داخل أكيباس باي يوزنج تكنولوجي تول، يعني فيه مانجمنت قويه جدا، وكان بي هولد فيري هيوج داتا، وفي فاليديشن الداتا، وفي ما يعرف بالكي بي اي، يعني يقدر يقيم لك اداء الفاسيليتي مانجمنت بذاته. وهذه من الاشياء المهمه للكلاين يعتبر، لانه هو ضروري يعرف هل فاسيليتي مانجمنت قائم بواجبه او لا، هل اف ام كونتراكتور قائم بواجبه او لا. شيء ثاني، يشوف المانجمنت اللي ماشيه على ضوء ذلك، يقدر يغير المانجمنت اللي مفروض تقوم بيس اون ذا بيلدينج كايند اور بيلدينج تصنيف المبنى. والاقوى شيء في الأكيباس ان تقدر تدير له انتجريشن مع اي سوفت وير، حتى مع الـ IBM، مع Facility Management، مع ABS System، مع Automation System، مع Intelligence System، أكيباس able to integrate with any software. طيب سؤالتي في أي مرحلة، حتى في مرحلة ديزاين حقيقة، حتى صام الكلاتول نشتغلوا على الموضوع، حتى في نستخدمه في Capital or Project Management in early stage، يعني في مرحلة متقدمة من الديزاين. تمام. طب يعني اخر بس سؤالين. برنامج الله يخليك يا باشمهندس، برنامج الأركيباس هو في مشاريع طلعت بيه في الميدل ايست، ده سؤال. السؤال الثاني، دلوقتي لو انا عندي مشكله وعايز ابعت عليه النت الحل، هل انا اوريدي مجرد ان انا عندي زي مهندس صيانه يصلحها، ولا هل ممكن ان انا برضو عن طريق البرنامج اتواصل مع السبلاير اللي جاب لي المعدة أو اللي جاب لي التكييف، وعلى أساسها هو كمان يقدر يخش ويحل لي المشكلة؟ السؤال الأول، معلش تعودوني. السؤال الأول، في مشاريع في على مستوى الميدل إيست استخدموا الأركيباس؟ ده أول سؤال. على حد علمي في دبي عن طريق ما يعرف بالـ EFM، that one is the company from Italy I think. They are using Akibas actually. I'm not sure. But what I know actually. But for second question,
كان دلوقتي لما باجي بيطلع لي مشكله، هل يكفي انه لو في مهندس صيانه يحل لي المشكله خلاص سكين الموضوع ينتهي، ولا انا ممكن عن طريق البرنامج اتواصل مع السبلاير اللي جاب لي المعده اللي موجوده في المنشا، او مثلا لو عندي تكييفات في المنشا عايز صيانه ممكن اتواصل عن طريق البرنامج مع السبلاير على طول؟ بالطبع بالعاده كبروسس فور اف ام دائما يتجهوا من السوبرفايزر للتكنيشن، لان السوبرفايزر هو اللي يحدد نوع المشكله ومن هو التكنيشن اللي المفروض يقوم بالواجب هذا. طبعا عاده من خلال شنو؟ من خلال المعلومات اللي موجوده عنده. فطبعا موجود من المعلومات اللي موجوده عند السوبرفايزر هي السبلاير وشنو يقدر يوفر السبلاير. لو ان المشكله ومعظم المشاكل هي تتم عن طريق التكنيشن ويكون كونكت بتوينه وبتوين السبلاير، او ما يعرف سمتايمز احنا نقوله هنا يقولوا اف ام كونتراكتور اللي هو اللي يقوم اللي قاعد يشتغل معهم، يشتغل معهم دائما في المواضيع هذه ليوفر المعدات يعني. تمام. وهو طبعا اكيد حيكون عنده لي بروفايل، لي طبعا لكل سنه في حيكون في بروفايل محدد يعني، وعندك يوزر نيم ليك انت او حساب ليك انت تقدر تخش عليه وتدخل، فهم يصنفوا فيهم يعني لكل رول عنده their own profile action. تمام. طيب اخر سؤال، برنامج الاركباس بيدعم انهي نوع من الفورمات، الاومني كلاس ولا الماستر فورمات ولا اليوني فورمات ولا بيدعمهم كلهم؟ برنامج كم جاي اي منهم؟ الو ليش تعود ان في كونكشن مقطع الكونكشن؟ بقول حضرتك بالنسبه لبرنامج الاركباس الانتجريشن بتاعه مع النمبرنج سيستم، هل بينتجريتد مع السي اس اي ماستر فورمات ولا مع اليوني فورمات ولا مع الاومني كلاس ولا بينتجريت معهم كلهم؟ تقدر تضيف اي واحد، اي واحد ما فيش مشكله. تقدر تضيف اي واحد وتقدر تضيف، وطبعا هذه الاشياء ممكن تضيفها عن طريق اكيباس او تاخذها من البي موديل، هذه الاشياء ترجع لك انت كيف تدير العمليه يعني. تمام. وتقدر تضيفهم اثنين باش تدير بينهم يعني، باش مرات في مرات عندك انت لا الله عندك فاسيليتي مانجمنت، مرات ما عندكش فكره كثير على الاومي كلاس وعنده فكره على ما يعرف باليونيفورم اليونيفورمات، فهمت؟ فتقدر تضيفهم اثنين، او ميبي يو هاف يور اون ستاندرد لايك هير ماليش دي هاف وات دي كول كات، هذا لوكال ستاندرد للاف ام لايك اومي كلاس يعني، ومدينهم كومبيتيشن بتوين دايرهم يعني تجمع بناتهم يجتمعوهم ويشتغلوا بهم الاثنين يعني، فما فيش اي مشكله. هو اكيباس يقبل الداتا هاو ماتش از يو كان يعني، قديش معلومات اللي بتضيفها حتضيفها يعني. تمام. جزاكم الله خيرا يا باشمهندس. جزاكم الله كل خير يا باشمهندس محمد، وشكرا لكل الحضور، واتمنى يعني الموضوع يكون مفيد والناس تبدا تتوسع فيه وتشوف الكتب، ولو اي حد عايز يتواصل مع المهندس محمد مشكورا يعني، ما بتاخرش عن حد يعني. الله يكرمك. ولا يهمك، انتم دايما الله يكرمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله بالخير. السلام عليكم.